Hello and welcome to Dentistry 101, your source for online dental education. We hope that you enjoy. طيب خلونا يا جماعة نتكلم في الشابتر ده على الأورثودونتيك أسيسمنت، يعني تقييم حالات التقويم، يعني إزاي بقدر أقيم حالات التقويم علشان أقدر أعرف الخطة العلاجية أو أعرف المشاكل اللي موجودة عند الحالة وأقدر أشخصها بطريقة كويسة وأقدر أعمل لها خطة علاجية مظبوطة عندي. ده مهم يا جماعة، حالات التقويم مش بتاخد أقل من سنة، سنتين، 3 سنين، فلازم الأول أبقى عارف المشاكل كلها، أبقى مخطط، أبقى عارف إيه هي الحاجات اللي أثرت أو الحاجات اللي خلت عندنا مشاكل زي ما قلنا، الـ environmental factors، الـ developmental factors، الحاجات دي كلها، وبناء عليه خدنا قرار هنعمل ايه في كل حالة او هنعمل ايه في كل قرش، هنعمل ايه في كل سنة. ده كله لازم اكون محدده من الاول، لان التقويم حاجة بتاخد فترة ومش هضيع وقت العيان، وزي ما قلنا كل ما الوقت بتاع العلاج زاد كل ما احتمالية يحصل لي root resorption او مشاكل بتبقى اكتر. فاحنا هدفنا يا جماعة في الأورثودونتيك assessment ان احنا نعرف الكلام ده كله وبناء عليه نقدر نشخص الحالة وبناء عليه نقدر نعمل الخطوات العلاجيه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص هنقول انترودكشن تو اورثودونتيك اسيسمنت. يعني بيقول لحضرتك ايه هدف التقويم؟ ان انا الم معلومات علشان اقدر اعمل تشخيص صحيح لحاله التقويم بتاعتي. عن طريق ايه يا جماعه؟ ان انا اخد هيستوري، اعرف المشكله بدات من امتى او الطفل بدا ياخد باله من المشكله من امتى. هتفرق معايا في ايه؟ هتفرق معايا ان انا بناء عليه اقدر اعرف الحاله دي، مثلا لو عنده ثامب سوكينج مثلا، بدأ لما جه عرفت ان هو عنده اوبن بوينت واهله قالوا اه ده كان بيشفط او بيمص على صابعه وهو صاحي او هو نايم، انا كده عرفت ان بسبب الثامب سوكينج. بناء عليه الخطه العلاجيه بتاعتي هحط مع التقويم جهاز يمنع ان هو يعمل ثامب سوكينج، جهاز يخليه ما يمصش صباعه وهو صاحي او هو نايم. بركب حاجه اسمها هابت بريكنج ابلاينس من جوه. طيب كلينيكال اكزامينيشن، لازم اشخص يا جماعه، لازم ابص مظبوط على الشكل الوش، على شكل الاسنان، الحاجات دي كلها، مكان الاسنان عشان اقدر اشخص. ابروبريت ريكورد بقى، اخد امبريشنز واشاعات والحاجات دي كلها، اعمل كاستات واعمل الحاجات دي كلها عشان اقدر اشخص، هنتكلم عليها في باقي الشابتر. خلاص لازم ايدنتيفاي ليست اوف بيشنتس بروبلم، لازم اعرف مشاكل العيان and the problem which the basis of orthodontic diagnosis. طب تعالوا ازاي نعرف البروبلم ليست يا جماعه بتاعنا؟ احنا قلنا بناخد الهيستوري وبنعمل اكزامينيشن وبناخد ريكوردز، بناخد حاجات كتير بتساعدنا في التشخيص زي الاشعه، وهنتكلم ايه فايدتها قدام. هناخد الصور، الصور اللي هي برضو بتمثل اللي هو شكل العيان، بس لما يبقى معايا في الصور اقدر ابص في الصوره وادرسها كويس من غير ما العيان يبقى موجود معايا، يعني بصور العيان وبعد ما العيان يمشي اقدر ادرس الصور عشان اقدر اعرف فعلا المشكله، اتاكد منها واقيسها مثلا على الكمبيوتر او حاجه، وفي نفس الوقت عشان اثناء العلاج اقدر اشوف وش العيان شكله من الخارج اتحسن ولا لا، يبقى عندي ريكورد. والستادي مودلز برضو هدفها الامبريشنز، بتكون اقدر اشوف به فيها بق العيان براحتي من غير ما العيان يكون موجود عندي، وبرضو كريكورد عشان بعد فتره اعرف السنه اتحركت ازاي. يبقى هدف الريكورد دي كلها والتشخيص ان انا ابص على العيان والهيستوري، ان انا اعمل قاعده بيانات، والبيانات دي اقدر احللها بالاناليسز واقدر اعمل بروبلم ليست، اعرف بقى الدايجنوز بتاع، هل مشكله سببها باثولوجيكال، يعني مثلا هل الاسنان مثلا معوجه او حصل لها تلتنج نتيجه ان انا خلعت، نتيجه ان العيان ده كان عنده تسوس مثلا وخلع اسنانه، ولا نتيجه ان هو اتخبط، ولا نتيجه ايا كان، مثلا كان بيلعب ملاكمه، فبناء عليه لازم اديله نايت جارد، لازم يعني بتفرق معايا في الخطه العلاجيه. هل الاوبن بايت دي سببها انه احنا قلنا ان المولر ايربشن كان اكبر من الكوندايلر جروث، ولا مثلا سببها انه الطفل كان بيمص على صباعه؟ دي كلها حاجات. طب ديفلوبمنتال بروبلمز، لازم اقدر اشخص يا جماعه لو عنده حاجه وراثيه مثلا عند الاهل زي الفرقه، هل مثلا الفرقه دي سببها حاجه وراثيه في العيله كلها، ولا كان سببها ان هو عنده سوبر نيوميري توث مثلا ميزيودين بين الاسنان بين الابر انتيريور وكانت موجوده. فدي كلها يا جماعه حاجات بتساعدنا ان احنا بنشخص. بيكلمك في الشابتر ان انت هدفك انك تعرف كل الكلام ده. طب تمام. طيب فبيقول عليك مثلا زي الباثولوجيكال، قلنا زي التسوس، زي البريدونتال ديزيز، يعني لازم اشخص اعرف فعلا هل العيان ده عنده مشاكل في العظم. لو عنده مشاكل في العظم ممكن اركب له التقويم، وعنده الاسنان بتلخلخ ممكن الاسنان تقع، فلازم بناء عليه اكتب واحلل المشاكل دي كلها بالاشعه، بالكلينيكال اكزامينيشن، بالكشف، بالكلام ده كله يا جماعه. خلاص طيب بيقول حضرتك ان علاج التقويم ده لازم يكون عندي معلومات كفايه عشان المعلومات دي اقدر استخدمها، اقدر بناء على المعلومات دي احدد هل التقويم فعلا هيبقى مفيد ولا هيبقى مش مفيد. يعني لازم اقيس زي ما قلنا في اول شابتر الريسكس قصاد البينيفيتس، يعني لازم اعرف هل العيان ده مثلا لو مشكله صغيره بس عنده مثلا شورت روتس وعلاج المشكله الصغيره دي هياخد فتره علاجيه كبيره ممكن يعمل له مشاكل اكبر، هقول له ساعتها لا العيان انت مش محتاج تعمل تقويم، او التقويم هيضرك اكتر ما هينفعك. فلازم اقيس زي ما قلنا البينيفيت قصاد
المصلحة، المصلحة قصاد المشاكل اللي ممكن تحصل لي، خلاص. ولازم اخد كونسنت، لازم اخد موافقة من العيان طبعا كتابية، سواء من العيان او من اهله لو هو طفل صغير، او من العيان لو راجل كبير، عشان الكونسنت ده بيحمي الدكتور. يا جماعة افرض بعد التقويم انت جيت قلت التقويم، وقلت للمريض ان التقويم ده هيبوظ لك سنانك، المريض ده قال لك لا انا عايز اعمل برضه تقويم، هتقول له خلاص طب امضي ان انا قلت لك ان التقويم ده هيعمل لك مشكله، بس انت اللي اخترت انك تعمل تقويم. فكونسنت ده اللي هو الموافقه المستنيره، اللي هي موافقه العيان، لازم اكون واخدها كتابيه. طيب لازم تاخد الهيستوري يا جماعه. اهم حاجه يا جماعه في التقويم، العيان مش بيجي يفتح بقه وابدا اعالج، لا لازم اسمع العيان ايه اللي خلاه يجي. احنا اتكلمنا على الايديال اوكلوجن ورصه الاسنان المثاليه والحاجات دي كلها، بس لازم حضرتك تبقى كل عارف انه احنا عندنا، انا كدكتور تقويم ببص على الاسنان او ببص على الحاجه عندي بطريقه مختلفه. يعني انا كدكتور تقويم مش ممكن، مش العيان عنده 5 مشاكل، انا لازم اهتم بالمشكله اللي هو جاي بيشتكي منها. يعني العيان مش بيفهم في الايديا الاوكلوجن، هو مثلا جاي بيقول لك يا دكتور انا حاسس ان السنه دي خارجه لبره، عايز اعمل تقويم عشان ادخلها لجوه، وفي نفس الوقت عنده كراودنج بس مش بيشتكي منه، وفي نفس الوقت عنده الاسنان خارجه لبره بس مش بيشتكي منها، هو بيشتكي من سنه واحده معوجه او ملفوفه او خارجه لبره. ساعتها انت هدفك انك تعالج ايوه كله، وتوصله لكلاس 1، وتخلي الريليشن شيب كلها كلاس 1 والاندروسكيز اوف اوكلوجن كلها مظبوطه. بس اهم حاجه هتهتم بيها هي لما تسمع مشكله العيان الاون ووردز، يعني دي اهم حاجه في عندنا في الاسنان يا جماعه، تعرف ايه المشكله الاساسيه من العيان اللي انت هتهتم بيها علشان تعالجها، خلاص. ولازم برضو الاهل يكونوا موجودين وهم اللي يتكلموا، هم برضو ممكن الطفل يكون مكسوف يتكلم قدامك او حاجه، فلازم انت تسمع من الاهل ومن الطفل علشان تقدر تعالج مظبوط، خلاص. طيب ازاي بقى بنقدر ناخد الهيستوري بتاعت العيان؟ نسمع من العيان والاكسبكتيشنز، توقعات، يعني انت متوقع ايه؟ يعني انت يا عيان متوقع مثلا ان ممكن يكون مثلا حاسس انه لو عمل سنانه شكله هيختلف 180 درجه، لا لازم نفهم العيان انه الاكسبكتيشن، يبقى حاجه اسمها رياليستيك اكسبكتيشن، توقعات واقعيه. يعني مثلا في ناس عندهم مثلا جامي سمايل او السنان نازله لتحت شويه، لما العيان ده اقدر بالتقويم ادخله السنان لفوق شويه، بس ليها ليميت يا جماعه، ما اقدرش ادخل بطريقه كبيره، لو الفيرتيكال دايمنشن كبير قوي ده هيحتاج اورثوجنافيك سيرجري. تاني في حالات مثلا الجامي في السمايل فيها كبيره قوي مش هتنفع تتحل غير بالاورثوجنافيك سيرجري، فالعيان ده ممكن يكون مش هيعمل عمليه جاي دكتور التقويم عشان سامع ان التقويم بيدخل الاسنان لجوه وبيحرك الاسنان، فبناء عليه المشكله هتتلغي 100%. لا لازم افهم العيان ان انت مثلا في الحاله دي عندك السكيليتال بروبلم كبيره قوي، لو في حالات السكيليتال يا جماعه الكبيره قوي التقويم لوحده مش كفايه، لازم نعمل اورثوجناتيك سيرجري. طيب لو الطفل ده لسه في مرحله النمو، قلنا ممكن اتحكم في نمو الفكين بالذات قبل فتره البلوغ. لو الطفل ده خلاص عدى مرحله البلوغ ومشكله سكيليتال كبيره، مش هينفع حل غير ان انا اعمل اورثوجناتيك سيرجري مع التقويم. تاني لو انا جاي لي طفل عنده اكسبكتيشنز يقول لي والله يا دكتور انا شايف الفك بتاعي او راجل اللي عندي جاي الفك بتاعه خارج لبره جامد قوي، لو هو لسه طفل ممكن ان انا هتحكم في النمو، بس لو راجل كبير والفك عنده خارج لبره جامد، ساعتها يا جماعه التقويم لوحده مش كفايه، لازم اقول للعيان انت هتحتاج تقويم مع اورثوجناتيك سيرجري، دكتور جراحه لازم هيكسر العظم بتاع الفك ويرجعه مكانه المظبوط، الى جانب التقويم بيرجع الاسنان في مكانها المظبوط. هتقول لي طب يا دكتور ما انا كده كده هعمل عمليه اكسر عظم الفك، هقول لك ايوه، ما هو قبل ما نعمل العمليه ونكسر عظم الفك ونرجعه في مكانه المظبوط لازم علاقه الاسنان بينها وبين بعض تكون مظبوطه، دي اللي هتساعد الجراح ان هو يرجع عظم الفك للمكان المظبوط على حسب الاوكلوجن بتاع العيان، خلاص. فالريليستيك اكسبكتيشنز يا جماعه دي حاجه مهمه جدا، لازم ابقى الحاله متاكد العيان ده هينفع احلله المشكله 100% ولا هقول له لا والله احلها لك بنسبه 50%، عشان لما نخلص العلاج ما يجيش يقول لي انت ما انت المشكله عندي ما راحتش او كده. ميديكال هيستوري عندنا بقى حاجات هنتكلم عنها بتاثر على التقويم. دنتال هيستوري طبعا لازم نعرف العيان ده ما بيغسلش اسنانه، عنده مشاكل في الاسنان، عنده مشاكل في تي ام جي، عنده مشاكل ان هو وراثيه ان هو ما عندوش اسنان اتكونت او عنده اسنان بتكون بزياده، الحاجات دي كلها يا جماعه بتاثر. طبعا هتقولي ما انا ممكن اعرفها من الاكس راي، اقول لك ممكن اعرفها من الاكس راي، بس احنا هدفنا بره يا جماعه ان احنا نقلل الاكس راي على قد ما نقدر. يعني لما اخد هيستوري كويس ببقى متوقع من قبل حتى ما اعمل اكس راي ان انا ممكن اركز على التي ام جي، لو انا سمعت العيان بيقول لي والله انا عندي مطقطقه او كده في التي ام جي، ساعتها هركز في الاشعه اشوف التي ام جي فعلا، ممكن اطلب اشعه اضافيه للتي ام جي، خلاص. لو عندي بيقول لي انا عندي نقص اسنان وراثيا، ساعتها قبل ما اعمل اشعه هبقى انا حاسس ان العيان ده عنده اسنان ميسنج ما اتكونتش اصلا، بدل ما اروح اعمل له اشعاعات واشعاعات مقطعيه اتاكد فعلا هو عنده اسنان موجوده ولا لا. هابتس يا جماعه زي قلنا في حاجات بتاثر كتير على الاسنان، على السوفت تيشوز، زي واحد بيمص صوابعه او واحد مثلا زي بقرقر ضوافره بيخلي الاسنان تتحرك من مكانها. قلنا الفيزيكال كروث ستيتس طبعا لازم اتاكد النمو واقف ولا لا، بالذات في الحالات السكيليتال عشان اعرف هل العيان ده
اقدر اتحكم في النمو ولا لا. بيشنس موتيفيشن، هل العيان ده هيساعدني، هيجي لي مره كل شهر او مره كل 3 اسابيع او مره كل شهرين علشان نخلص في الوقت، ولا هيطول هيروح ويجي مره كل 3 4 شهور ومره كل سنه، وساعتها التقويم هيفضل فوق 5 6 7 10 سنين، وفي الاخر سنه هتبوظ، بعد كده يجي يتخانق معايا يقول لي والله يا دكتور انت بوظت لي اسناني. فلازم اتاكد العيان نفسه متحمس، التقويم مش حاجه رخيصه وحاجه بتاخد وقت، محتاجه صبر، محتاجه العيان ينتظم معاك وانت محتاج تكون منتظم. فلازم اكون عارف الكلام ده كله من الهيستوري يا جماعه، ده كله بينفت قصاد الريسكس اللي عندي. سوشيال بيهيفيرال ستيتس، يعني انا لازم اعرف العيان ده هل فعلا ناوي، ممكن واحد يزهق خلاص يبدا في التقويم، يحس ان السنه رجعت لجوه خلاص، مش عايز اجي اكمل، فانت ساعتها خسرت العيان وتعبت وتعبك يروح في الفاضي وكده الفلوس بتاعتك راح. فلازم يا جماعه برضه الحاله الاجتماعيه بتاعت العيان بتفرق. العيان في عيانين بيجي يركب التقويم ويمشي يدفع جزء، فدي كلها حاجات بتفرق ماديا برضه. خلاص دي بقى حاجات يا جماعه كلها بتاثر على الميديكال كونديشن، بتاثر على التقويم. الصرع طبعا، انت بتركب اسلاك وبتركب حدايد، بالذات لو في هيد جير من بره، الحاجات دي ممكن تعور العيان لو جاله نوب نوب تتصرع او حاجه، ممكن تعور العيان تجرحه وتعمل له التهابات في اللثه. لو المرضى اللي بتوع الصرع بياخدوا ادويه زي الفينيتيون، ده دواء بيقلل الصرع بتاعهم او بيقلل الضغط العصبي بتاعهم، فده الدواء ده مشهور ان هو بيعمل التهابات في اللثه. التهابات في اللثه دي هتعمل تاكل في اللثه بعد وقت، وتعمل باد اورال هيجين وتزود البكتيريا. فدي كل لازم ادي العيان ده، اديله مورنينج ابوينتمنتس، لازم لو هيعمل تقويم، طبعا ما عملوش تقويم غير في الشديد القوي، بس ابقى عارف انه ممكن يكسر الاسلاك، ممكن يعور نفسه بالاسلاك، الهيد جير بالذات ممكن الاستك بتاعها يفك والحديده لا قدر الله تعوره او حاجه. الحساسيه من الجوانتيات لازم اخلي بالي منها، حساسيه من المعدن الموجود في حاجه التقويم، لو عنده حساسيه استخدم حاجات بلاستيك. كل الحاجات دي يا جماعه عرفتها من الهيستوري بتاع العيان، يعني انا لازم اخد الميديكال هيستوري بتاعه علشان اعرف ده هيأثر عليا في ايه. دايبيتس، عيان عنده سكر، انا عارف ان العيان اللي عنده سكر الانفكشن عنده بيزيد، بالذات التهابات اللثه، فاللي زي ده لازم اشجعه جامد على ان هو يغسل اسنانه، لو هو ما غسلش اسنانه وجود التقويم هيجمع اكل ويه هيعمل له مشاكل جامد. ممكن بيقول لك ان العيان ده هيخش في غيبوبه سكر وهو عندك، عشان كده يبقى واخد الدواء واكل كويس. انفكتيف اندوكارديتس، عيان مثلا لو هيخلع او حاجه هيعمل جراحه هيخلع الاسنان عشان يعمل التقويم، فبعد اذنك اديله انتبيوتيك كفرج على بروفيلاكسس عشان ما يحصلوش انفكتيف اندوكارديتس. بليدنج، عيان عنده نزيف، بالذات لو انت هتعمل له امباكتد كناين هتشيله او هتكشفه عشان تركب عليه التقويم، خلي بالك بعد اذنك انك تكون مظبط مع الدكتور بتاعه ان هو يكون الاي ان ار او معدل النزيف بتاعه كويس، بالذات في الخلع وفي الحاجات دي كلها، وبالذات ما يتعورش لان اي تعويره من السلك او حاجه هتخلي النزيف عنده يزيد. العيانين اللي عندهم ازمه بياخدوا ادويه وبياخدوا اللي هو زي البخاخ اللي هم بياخدوه ده، ده ممكن يعمل كانديدا الانفكشن، بيعمل زي طفح في بقه، فزي ده لازم اهتم ان هو يغسل سنانه ويحافظ على نظافه بقه بالمضمضات والادويه اللي هي ضد الفطريات، المضمضه والغسول ده كويس. يعني بايفوسفينيت، ده بايفوسفينيت يا جماعه، ناس بتاخد ادويه البايفوسفينيت، ادويه البايفوسفينيت دي يا جماعه بتعمل اوستيومايلايتس، بتعمل اوستيونكروزز، انا اسف، فالاوستيونكروزز ده بالذات في الخلع، العيان اللي بياخد بايفوسفينيتس ده ممنوع ان هو يخلع، بالذات لو انا هعمل تقويم والحاله محتاجه خلع، لا لازم استنى حوالي سنه ونص سنتين حسب ما الدكتور يقول لي قبل ما اخلع. فدي كل حاجه بتاثر على التقويم بتاعي. عيان مثلا صعب في التعامل معاه، مش هيسمع الكلام، في ان هو يلبس، فيه عندنا حاجات زي متحركه بتتشال وبتتحط، او عيان مثلا هيكسر، او مثلا عيان هيضايقني مثلا متمرد مش عايز يعمل تقويم، عيان عنيد، فالحاجات دي كلها يا جماعه بتاثر عليا في التقويم. طب لازم يا جماعه انا اعرف من العيان البرسبشن بتاعه في المشكله، لازم اسمع منه انت ايه المش ايه اللي مضايقك في اسنانك يا حبيبي، هل شكل الاسنان، ولا انت هل انت مش عارف تاكل، ولا هل انت في حاجه مثلا بتعورك، او هنتكلم ان في حاجه اسمها تروماتيك اوفر بايت، يعني لو العيان عنده الاوفر بايت كبير قوي او حصل له ديب بايت جامد قوي، ساعتها ممكن تعور في اللثه من فوق، يعني لو تحت خابط جامد قوي فوق داخل في اللثه فوق بتعوره زي ما هنشوف صوره قدام. فدي كلها حاجات بتفرق معايا في القرار، زي ما قلنا الريسك قصاد البنفيت. اتكلمنا في الميديكال هيستوري خلاص قلناها فوق، دنتال هيستوري، اه لازم اعرف بقى هل العيان ده راح لدكتور الاسنان قبل كده، ايه شعوره عند دكاتره الاسنان، هل هيجي يكمل معايا العلاج، هل هيلتزم معايا، هل دي كلها حاجات بعرفها. هابتس يا جماعه، لازم اعرف هل العيان ده بيعمل حاجات هتاثر في حركه الاسنان، ممكن عيان عنده اوبن بايت سببها، او طفل ان هو بيمص على صباعه، فلما يبص على صباعه وبعد ما فك التقويم هيفضل يمص على صباعه، ساعتها المشكله هترجع تاني، هيحصل ريلابس سريع. ليه؟ لانه هيفتح الاسنان تاني، ما هو سبب ان الاسنان فتحت انا ما خدتش بالي كدكتور تقويم ان هو كان بيمص على صباعه. فلازم اعرف من الاول هل عنده هابتس، لان الهابتس دي هتاثر في نتيجه التقويم، هتبقى بطيئه لو هو استمر ان هو يمص على صباعه مثلا وانا بعمل له التقويم،
ساعتها النتيجه هتبقى بطيئه، اول ما افك التقويم استنى هترجع تاني. فدي كلها لازم يا جماعه حاجات اخد بالي منها، زي مثلا واحد بيقرأ الضوافر وانا هركب له تقويم. احنا معروف ان قرأت الضوافر دي بتعمل فرصه زياده على فرصه التقويم، بالذات لو عامل مركب تقويم هيبقى فرصه القرأة دي هتبقى واحد بياكل ضوافر، ساعتها هيبقى احتماليات الروت ريزوربشن عاليه قوي يا جماعه. فلازم اخلي بالي العيان ده. آه لا، لو طفل اخلي اهله يخلوه يامروه ان هو ما يحطش صباعه، يحط له شطه على صوابعه كده. فيزيكال جروث ستيتس، لازم يا جماعه اعرف انه العيان ده طوله ابو كده، اسف، اللي هو النمو بتاعه بيفرق معايا. يعني انا هل النمو بتاعه وقف ولا لا؟ لو انا عيان عنده سكيلتال بروبلم والنمو ما وقفش، اقدر زي في حالات مثلا الكلاس 3 اقدر ارجع الفك لورا، او اقدر حسب لو الفك اللي تحت كبير في حالات الكلاس 3 اقدر ارجع الفك اللي تحت لورا، او لو الفك اللي فوق صغير اقدر اخرج الفك اللي فوق لقدام عن طريق ان انا اتحكم بالعظم، زي ما اتكلمنا في الشابتر اللي فات على طرق نمو العظم. خلاص اقدر اتحكم في النمو بتاع العظم بالفانكشنال ابلاينس بتاعتي. فدي مهمة جدا، قلنا ان اعرف النمو وقف ولا لا عن طريق تقريبا بنعرفها بالتقريب يا جماعة، هل العيان بلغ ولا لا، لو هو طول مرة واحدة ولا لا. او قلنا عشان نتأكد لازم نعمل حاجة اسمها هاند ريست راديوجراف، دي قلنا عرفناها هتفرق معايا في ان لو المشكلة سكيليتال قبل النمو اقدر اتحكم فيها، للاسف لو بعد النمو او بعد جروث سبيرت ساعتها للاسف مش هقدر اتحكم في النمو. الحل الوحيد هيبقى مع التقويم ان انا اعمل اورثوجناثيك سيرجري، ولازم افهم الاهل كلهم الكلام ده. طيب موتيفيشن او اكسبكتيشن، زي ما اتكلمنا بقى العيان ده عنده unrealistic expectation، هيساعدني في العلاج، هل هو متحمس هيجي هينتظم. قلنا العوامل طبعا ان هو العيان هيجي ومش هيدفع الفلوس ومش هي ومش هيرجع تاني، واللي هيضايقني وهيجي يتخانق معايا بعد فتره يقول لي اسناني باظت فيجي كل حاجات يا جماعه بتفرق معايا. يا جماعه دلوقتي في الكلينيكال اكزامينيشن عايزين نعرف التشخيص في الثلاثه دايمنشن، فيرتيكال وترانسفيرس وانتروبوستيريور، يعني فيرتيكال من فوق لتحت اشخص مشاكل الوش في التقويم من فوق لتحت. اتكلمنا في الشابتر اللي فات واحد عنده وش طويل حسب المانديبولر روتيشن انجل، واحد عنده وش قصير الانجل اوف ذا لور بوردر اوف ذا مانديبل وماكزيلا، دي برضو بتفرق معايا. يا اما طول الوش اللي هنتكلم ان الزاويه بتاعه المانديبل بتفرق معايا في طول الوش او الروتيشن بتاع المانديبل زي ما اتكلمنا، والفيش الثيرد قلنا الطبيعي ان الفيش التلت اللي فوق بتاع الوش يبقى زي التلت اللي في النص قد التلت اللي تحت. انترا اورال فيرتيكال قلنا الاوفر بايت واللاترال اوبن بايت والانتيريور اوبن بايت. ايوه يعني ايه؟ يعني الاوفر بايت الانتيريور اوبن بايت قلنا اللي هي في الانتيريورز، اللاترال اوبن بايت اللي هي اوبن بايت في البوستيريور. يعني انا ممكن يبقى عندي اوبن بايت، ده كل ده بنتكلم في مشاكل الفيرتيكال. طب المشاكل الانتروبوستيريور قدام ورا، اتكلمنا كل الكلاس 1 و 2 و 3 سواء سكيليتال او دنتال. تاني عايزين بقى نبدا نتكلم صح، عندنا ممكن مشكله تكون سكيليتال، يعني ممكن الفكين علاقتهم ببعض كلاس 1 بس المشكله دنتال، يعني ممكن الفكين يبقوا كلاس 1 يعني الفك اللي فوق طبيعي يبقى سابق الفك اللي تحت بحاجه بسيطه زي ما هنعرف، بس المشكله من السنان هي اللي مكانها مش مظبوط، او ممكن الفكين يبقى علاقتهم مش مظبوطه. فيعني ايه الكلام ده؟ كلام خلاص اتكلمناها وشرحناها في اول شابتر. يعني انا لو الفك عندي كلاس 1 يبقى الاسنان ممكن تبقى كلاس 1 وممكن ما تبقاش كلاس 1 حسب الاسنان مرصوصه مظبوط ولا لا. بس لو عندي مشكله في الفك، لو الفكين علاقتهم ببعض مش مظبوطه، واحنا قلنا الاسنان دي بتطلع في الفك، فاكيد اكيد اكيد المشكله هتبقى متحوله على الاسنان، لان احنا قلنا الاسنان دي حاجه بتطلع جوه الفك. فلازم يا جماعه اكسترا اورال ابص على المجزله للمندبل اهم حاجه، قبل ما ابص على السنان انتروبوستيريور لازم العيان ابص عليه من الجنب من البروفايل اشوف هل المجزله سابقه المندبل. الطبيعي يا جماعه ان المجزله تبقى سابقه المندبل بحاجه بسيطه، ده اسمه كلاس 1. لو المجزله سابقه المندبل بحاجه كبيره قوي بتبقى كلاس 2، لو المجزله داخله لجوه والمندبل هو اللي خارج لبره دي حاجه مش طبيعيه بيبقى كلاس 3. ده بقدر اعرفها اكسترا اورال ودي بتفرق في الشكل. طب لو قلنا لو الطفل لو العيان ده جاي لي قبل البلوغ اقدر اتحكم في النمو، لو العيان ده جاي لي بعد البلوغ للاسف عشان احل المشكله دي هيبقى عن طريق ان انا لازم اعمل اورثوجناثيك سيرجري. طب لو المشكله بسيطه يا جماعه والعيان جاي لي بعد البلوغ مش مشكله، هقول الاهل هي مشكله بسيطه، بس لو المشكله كبيره طبعا مش هتحل غير بعمليه. يعني تاني لو المشكله كبيره قوي انا مضطر اعمل عمليه، لو المشكله صغيره والعيان جاي لي بعد البلوغ ما هو انا برضو بوزن، ما هو عشان كده قلنا يا جماعه الدياجنوز ده مهم. يعني ممكن العيان يتخيل ان انا هتحكم في النمو، هقول له لا للاسف انت عديت البلوغ مش هقدر اتحكم في النمو، فساعتها يا اما تعمل تقويم تصلح الاسنان بس الفكين هيفضل علاقتهم ببعض مش 100%. الحل الوحيد انك تعمل ماكسيلو فيشيال سيرجري، واتكلمنا في فيديوهات السيرجري قبل كده عامل ماكسيلو فيشيال سيرجري، اتكلمنا على العمليات اللي هي الفورت والحاجات اللي بتصلح علاقه الفكين ببعض. ده الكلام ده كله اكسترا اور لما ببص على شكل مهدف التقويم. دكتور التقويم مش بس بيصلح الاسنان يا جماعه، بيصلح شكل الوش، لان الاسنان وجودها بيأثر على شكل الفك، يعني وشكل الفك بيتأثر بالاسنان، فدي كلها حاجات لازم نبقى عارفينها. انترا اورال لازم نشوف بقى الانسايزر كلاسيفيكيشن، اتكلمنا في اول شابتر اتكلمنا على الاوفرجيت. كراين ريليشن شيب اتكلمنا عليه، كلاس 1 ولا كلاس 2 ولا كلاس 3؟ طبيعي ان اللور كراين يبقى سابق الابر كراين، يعني
الكاسب تيب بتاع الابر كناين لامس الديستال اخر الديستال مارجن ريدج بتاع اللور كناين، ده كلاس 1. يعني احنا معروف ان احنا قلنا بسبب الكلام ده سببه ايه؟ سببه ان اللور انسايزرز اللي بيخلي يا جماعه كلاس 1 يحصل في الانتيريور ايه؟ ان اللور انسايزرز حجمهم اصغر من الابر انسايزرز، فاللور كناين بيسبق الابر كناين بيخليه كلاس 1، ده الطبيعي. المولر قلنا عشان الليوي سبيس في اول شابتر، ده اللي بيخلي المولر يبقى اللور مولر سابق الابر مولر بهاف يونت. طيب الاوفر جيت اتكلمنا عليه ان هو طبيعي يبقى 2 ل 4 مللي، وانتيريور كروس بايت اللي هو اللي قدر الله لو العيان عنده اللي تحت هو اللي سابق الفوق. الكلام ده كله يا جماعه بعرفه من الانترا اورال، لما ببص من الجنب انترو بوستيرير ببص من الجنب، يعني العيان هنا جبته وبصيت له من جنب، اول واحده انا كنت بصيت عليه من قدام فيرتيكال. طيب تالت واحده بقى ترانسفيرس برضو انا ببص عليه من قدام، يعني ال 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 دي انا باصص من الجنب الفيرتيكال بالطول ويمين وشمال فوق وتحت ولا يمين وشمال، انا بص عليك من قدام. طيب جو انترو بوستيرير قدام ولا ورا؟ لا انا لازم ابص عليك من الجنب. فالفيرتيكال اتكلمنا عليها، هنتكلم على تاني حاجه بقدر اشوفها من قدام هي ترانسفيرس. بشوف السيمتريه بتاع الوش، بشوف هل الوش فيه سيمتريه ولا لا، بشوف السنتر لاين، بشوف الاسنان هل السنتر لاين ابر ماشي مع اللور، وبشوف هل في بوستيرير كروس بايت ولا لا. بقدر العين لما يضحك هشوف الاسنان عامله اوكلوجن الابر بره واللور جوه ولا لا، الابر داخل لجوه واللور هو اللي خارج لبره. الكلام ده كله يا جماعه بعرفه من الترانسفيرس فيرس وانا بص على العيان من قدام. طيب خلونا يا جماعه نتكلم عن الاكسترا اورال اكزامينشن. اتكلمنا ان في اكسترا اورال اكزامينشن وانترا اورال اكزامينشن. الاكسترا اورال اكزامينشن قلنا مبدئيا طبعا بنعرفها او بنتاكد منها اكتر من اللاترال سفنومتري زي ما هنتكلم في الشابتر اللي جاي، بس مبدئيا بعرف المجزل والمندبل كلاس 1 ولا 2 ولا 3 وقلنا ازاي، بس هنعرف الطريقه الدقيقه من الاكسترا اورال اكزامينشن ان انا هدفي ان انا اعرف السكيليتال باترن هل هي كلاس 1 ولا 2 ولا 3 اللي موجوده في السوفت تيشو عشان نقدر نحدد مشكله المال اوكلوجن اللي عندي. خلاص هدف ان انا اعمل استيتكس، مش بس اعمل استيتكس مايل، لا هدفي كمان ان انا اعمل الوش العياني يبقى شكله حلو وابتسامته تكون كويسه وجميله. خلاص لازم اعرف علاقه الاسنان وعلاقه اللبس ببعض، لان اللبس دي يا جماعه بتمثل مكان الاسنان والعظم بتاع الفك. خلاص لازم ابص عليه من قدام ولازم ابص عليه من البروفايل. اللي انا شايفه ده يا جماعه هو البروفايل فيو، يعني انا بص على العيان من الجنب ده اسمه البروفايل فيو بتاع العيان. تمام عشان اتاكد من الدياجنوزز لازم بتاع السكيلر ريليشن شيب لازم وانا ببص او اهم حاجه يبقى العيان في الناتشرال هيد بوزيشن، يعني حاجه اسمها الناتشرال هيد بوزيشن ان انا العيان بيبقى في الوضع الطبيعي اللي هو انت وانت قاعد بص على التلفزيون او بتكلم مع ناس تبقى رافع راسك لفوق. يعني لازم اخلي العيان يبقى رافع راسه لفوق ازاي؟ ان هو لازم ابرايت تشير عشان ابص على حاجه، يخلي العيان يبص على حاجه بعيد وهو قاعد. يعني لو انت لو بصيت على حاجه بعيد اوتوماتيك بترفع راسك، مثلا لو قلت لك بص من الشباك مثلا او بص على الحيطه، ولو الحيطه بتاعت العياده بعيد اوتوماتيك هترفع راسك وتبص لقدام. خلاص واللي هو البوزيشن ده اللي احنا شايفينه ده هو البوزيشن اللي هو الراس بتبقى معدوله فيه، هو نفس البوزيشن اللي بعمل بيه اللاترال سفلومتري زي ما هنتكلم في الشابتر اللي جاي ان شاء الله، علشان نقدر نعرف هل الحاله كلاس 1 ولا 2 و3 ونعرف الزاويه والحاجات دي كلها بتاعت الاسنان. خلاص اهم حاجه يا جماعه في الاكسترا رول اسسمنت لازم خلاص اعرف النورمال بروبورشن بتاع الفيس، ونعرف النورمال ريليشن شيب بتاعت العظم بتاع الفك. خلاص طيب ازاي نقدر نعمل الكلام ده يا جماعه؟ عن طريق حاجه اسمها الزيرو ميريديان بوزيشن. يعني ايه؟ ان انا في خط برسمه منين يا جماعه؟ ترو فيرتيكال لاين دروبت فروم ذا سوفت تيشو اوف ذا نيزيون. عندنا الحته اللي داخله الاكتر حته داخله لجوه عندنا نيزيون، هنتكلم بقى في الشابتر اللي جاي في حاجه اسمها نيزيون في العظم من جوه. هنا شايف الحته اللي داخله لجوه في المناخير دي اسمها السوفت تيشو نيزيون. لو انا جيت رسمت خط نازل بيربنديكولار او نازل عمودي بالظبط مع الارض، خلاص الخط ده المفروض مبدئيا يديني خلفيه العيان ده كلاس 1 ولا 2 ولا كلاس 3 ازاي. لو رسمت خط من النيزيون من السوفت تيشو نيزيون لحد الحته او العيان، عشان كده قلنا اهميه التصوير ان انا اصور واجيب على البرنامج البينت او حاجه وارسم خط عمودي، لازم الابر ليب تبقى سابقه الخط ده بحوالي ملي او 2 ملي، ولازم التشن بتاعت العيان تبقى داخله لجوه بحوالي ملي او 2 ملي او على الخط. طيب ده معناه ايه يا جماعه؟ تعال نقراها من هنا اهو. بيقول لك ان انا كلاس 1 الليبس لاي انتيرير تشير اتشين بوينت بنفس اللي احنا قلناه. يبقى لو الابر ليب معديه، احنا قلنا هدفنا ان الابر، بص الابر ليب معديه غالبا الابر. هتقول لي طب ليه ما قلتش من الابر واللور ليب؟ هقول لك ان اللور ليب بتعتمد على رصه السنان الابر، يعني انت وانت قاعد كده مرتاح هتلاقي اللور ليب خارجه لبره عشان خبطه في السنان الابر برضه، فالابر واللور ليب غالبا هيبقوا نفس المستوى، بس المفروض ان بتقارن بين الابر ليب وال تشن.
طبعا دي مش اكيوريت 100%، في رجاله عندهم التشن بتبقى علامات الرجوله التشن خارج لبره، عشان كده دي بتديني فكره مبدئيه. طبعا بتاكد من الكلام ده كله باللاترال سيفلومتري، هو بنشوف العظم من جوه وبنقيسه، بس مبدئيا كده العيانه دي كلاس 1. بص شكلها الابر ليب من قلنا الخط ده قلنا رسمناه خلاص، الخط ده اسمه زيرو ميريديان، بنرسم من النيزيون سوفت تيشو نيزيون، بننزل الابر ليب المفروض تبقى سابقه ملي او 2 ملي، والتشن تبقى راجع ملي. ده كده اتحقق عندي ان الكلاس 1. لو الابر ليب يا جماعه كانت خارجه لبره اكتر من 3 4 5 ملي يبقى كده بقت كلاس 2. لو المندبل هو اللي داخل عندي باكتر من 3 4 ملي يبقى كده برضو كلاس 2. يعني انا عندي لو الابر طلع لبره اكتر او اللور دخل لجوه اكتر انا كده كلاس 2. طب لو العكس عندي، لو الابر دخل لجوه او عدى ورا الخط دخل شمال و او اللور خرج لبره انا كده بقيت كلاس 3. ساعتها يا جماعه الخطه العلاجيه بتختلف، بالذات لو جروينج بيشنت بقدر قلنا بتحكم في نمو الفك، او لو العيان كبر في السن او عدى البلوغ. ساعتها ايه اللي بيحصل؟ لو حاجه صغيره بخلي العيان يتماشى بيها عادي، لو حاجه كبيره بضطر ان انا احوله الاورثوجناثيك سيرجري خلاص. وبرده يا جماعه بنبص على السمايل استيتكس، على السوفت تيشوز، الليب والتانج، بقى هدف ان انا شخص يعني قلنا اللبس والتانج والحاجات دي كلها بتاثر بمكان الاسنان خلاص. طيب بيقول لحضرتك هنا في طريقه تانية ان انا اعرف هي كلاس 1 ولا 2 ولا كلاس 3، ان انا احط على الاي بوينت بتاعت المجزله وعلى البي بوينت بتاعت المندبل. تاني عندنا في حاجه اسمها الاي بوينت، لما بحط صباعي على الاي بوينت بتاعت المجزله والبي بوينت بتاعت المندبل ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ انا بحس بصباعي ان المجزله خارجه او سابقه المندبل بحوالي 2 ل 4 مللي، يعني بحس ان صباعي اللي فوق خارج لقدام اكتر من صباعي اللي تحت ب 2 ل 4 مللي. لو اكتر من كده قلنا بتبقى كلاس 2، لو العكس ان صباعي اللي تحت هو اللي بره واللي فوق هو اللي جوه ساعتها بقت كلاس 3. قلنا العلاج بيختلف من حاله للتانيه خلاص. دي كلها طرق اقدر اعرف بيها. وكمان في طريقه ثالثه الكونفكستي بتاعت الفيس. تعال نبص على الكونفكستي بتاعت الفيس. بيقول لحضرتك ايه يا جماعه الكونفكستي بتاعت الفيس دي؟ دي برده مهمه من اهم الحاجات، ان انا بشوف زاويه بين this is by angle between the upper face اللي هي جلابيلا تصاب نزال. عندنا ايه الجلابيلا؟ احنا اتكلمنا ان النيزيون اللي هي الحته بتاعت المناخير اللي داخله لجوه دي. طيب الجلابيلا الحته اللي ما بين الحاجبين، لو رسمت خط من الجلابيلا للصاب نزال وبعد كده خط من الصاب وبعد كده خط تاني من الصاب نزال للبوجونيون، حته في حته في التشن هنعرف في الشابتر اللي جاي اسمها البوجونيون، يبقى خط من الجلابيلا للصاب نزال واكمل من الصاب نزال خط مستقيم للبوجونيون. بقيس يا جماعه الزاويه، بقيس الزاويه دي، الزاويه دي بقيسها لو لقيتها الطبيعي تبقى 12. يعني الطبيعي الزاويه دي بص زي العيانه دي، العيانه دي طبيعيه، لو حضرتك جيت رسمت كملت الخط ده على فوق كده هتلاقي الزاويه دي تقريبا 12. يعني لو كملت الخط ده هتلاقي الزاويه دي 12 وزائد وناقص، يعني ده كده البروفايل ده كده تعتبر كلاس 1. طب لو انا لقيت عندي الزاويه اكبر يا جماعه، لو الزاويه بص عندي هنا اكبر، يعني الخط تحس ان هو لف، الخط اللي فوق ده بص معايا الخط اللي فوق ده لف عكس اتجاه عقرب الساعه، اعتبر ان دول عقربين ساعه، العقرب الساعه اللي فوق بص هتحس ان هو لف عكس الاتجاه الطبيعي، دخل شمال مال شمال، بص العيانه على الشمال دي مال شمال، يعني العيانه دي مال شمال شويه، معناه ان الزاويه زادت ولا قلت؟ احنا قلنا بنقيس من الزاويه دي، لو كملت من الخط اللي تحت كده اللي فوق كده الزاويه تعتبر زادت، يعني الزاويه دي اقل من الزاويه دي، ساعتها دي تعتبر كلاس 2. لان معناه ان المناخير او المجزله خارجه لبره اكتر، الزاويه نقدر نقول عليها البروفايل بتاعها كونفكس، مقعر لبره يعني خارجه لبره خلاص. طب لو العكس بقى، لو الزاويه اتعكست بص معايا هنا الزاويه معكوسه، الخط اللي هو المفروض تحت ده المفروض يبقى داخل لجوه الوش والتاني لبره، بص الزاويه هنا معكوسه، الخط اللي فوق هو اللي جوه والخط اللي تحت هو اللي بره، الزاويه اتعكست يا جماعه. ده بعدها بقت كونكيف بروفايل، دي بقت كلاس 3 لو بصيت سببه ان الفك اللي تحت هو الخارج لبره. لو انا رسمت خط من الجلابيلا للصاب نزال ومن الصاب نزال للبوجونيون هبص الاقي الخط اللي تحت هو اللي خرج لبره، ده معناه ان هي كلاس 3 البروفايل بتاعها كونكيف مقعر لجوه. الطبيعي ان الخط اللي فوق يبقى خارج لبره حاجه بسيطه لو انا رسمته، وقلنا الزاويه لو قستها 12 هنا الزاويه هتلاقيها معكوسه يا جماعه خلاص، وهنا قلنا الزاوية زيادة شوية في حالات الكلاس 2. دي كلها يا جماعة أهمية الأناليسيس بتاعت الفيس. طيب برضو بيقولوا حضرتك إن أنا بشخص طول الوش، اتكلمنا إن المفروض التلات اتلالات من القورة تبقى التلت، ومن القور من الأي براو للمناخير من تحت التلت، والمفروض من المناخير من تحت للتشن تبقى التلت، المفروض ده الطبيعي. احنا اتكلمنا في الشابتر اللي فات لو عندي المانديولر روتيشن
او ال بسم الله الرحمن الرحيم الكوندايلر جروث كان اقل من المولر اربشن، المولر اربشن كان عالي، ايه اللي هيحصل في الفيس هايت؟ هيطول خلاص، ساعتها هيبقى لونج فيس. دي عينه متناسقه، الثلاث ابعاد بتوع الوش كلها متناسقين. وبيقول لك يفضل برضو ان طول الابر ليب من تحت المناخير لاول الابر ليب بيكون تلت اللي فوق من التلت التحتاني بتاع الوش، يعني نقدر نقسم التلت التحتاني بتاع الوش لتلت وتلتين، التلت اللي فوق من المناخير طرف المناخير من تحت للابر ليب، ده دي البروبورشنز المثاليه بتاعت الناس. هو هنا بيقول لحضرتك الكلام ده. طب بيقول لك في طريقه تانية تقدر تقيس بيها طول الوش غير بالتلات اتلات، انك بتقيس الزاويه. لو انت جيت حضرتك رسمت، هنعرف الفرانكفورت بلين في الشابتر اللي جاي. الفرانكفورت بلين بيبقى خط من تقريبا، هو المفروض بيتعرف من السفنومتري، بس احنا تقريبا بنقدر نعرفه يا جماعه من الفلور اوف ذا اوربت. يعني بص الحته الاوربت لو اعتبرت الدايره بتاعت العين تقريبا، بص حتى السواد اللي تحت عينها بيخلص هنا الدايره بتاعت العين. لو انت رسمت خط من الفرانكفورت بلين بالتقريبي، خط عمودي كده من هنا، خط 90 درجه والعينه باصه لقدام معدي في الودان خلاص، واقيس الزاويه خلاص، بحط من الخط ده وبحط قلم او بحط مسطره او بحط اي حاجه لتحت خلاص واقيس الزاويه. بيقول لك انا مش المفروض بقيس الزاويه في الاكس راي، بس انا هنا كل ده مبدئيا مش هقدر اقيس زاويه، المفروض بعمل ايه؟ بيقول لك المفروض لو العيان ده طول الوش اللي تحت بتاعه مظبوط، الخطين دول يتقابلوا يا جماعه ورا الودان، يعني اللي هو الخط الفرانكفورت لين التقريبي اللي هو المفروض هنعرفه الشابتر اللي جاي. ولو جبت قلم ومشيته مع الانفيريور بوردر بتاع المندبل كده، المفروض الخطين يتقابلوا من تحت كده، معناه العيانه دي التلات تلات بتوع الوش بتوعها طبيعيين. طب افرض معايا الخط ده بدل ما هو كده بقى كده، بقى زاويته قلت شويه، اتقابل لورا اكتر، ده معناه ان وشها قصر. طب تخيل معايا ان الخط ده اتقابل في حته اقرب من المفروض يتقابل منها، يعني الخط ده بيبقى ثابت يا جماعه، الفرانكفورت بلين ده ثابت عند كل الناس. ده بمشي خط حسب الزاويه او حسب اللور بوردر بتاع المندبل بتاعي. لو لقيت ان هم اتقابلوا في نقطه قدام، يعني لمسوا الودان، يعني هم اتقابلوا على الودان او اتقابلوا هنا في حته على الودان نفسها، ما اتقابلوش في الحته دي، معناه ان هو الطول بتاع الوش زياده، معناه ان الزاويه زادت يا جماعه، معناه ان الخط بقى كده، فمعناه ان هم اتقابلوا في حته قدام اكتر، المفروض يتقابلوا في الحته دي. دي العينه دي تقريبا نقدر نقول وشها طويل شويه، اللي هو متقابل، هو المفروض يتقابلوا في تعال نبص هنا، بيقول لك بيتقابلوا فين المفروض؟ الاوكسيبيتال، المفروض الخطين دول يتقابلوا في الاوكسيبت، الاوكسيبت دي اللي هي العظمه اللي ورا الودن، لو اتقابلوا قدامها معناه ان الخط ده انحناء، والخط ده قلنا بيبقى ثابت، الفرانكفورت لين البرتقاني ده ثابت، الازرق ده كل ما المندبل طول كل ما انحناء بتاع المندبل هيزيد، معناه ان هم هيتقابلوا قدام الاوكسيبت، لو اتقابلوا ورا الاوكسيبت معناه ان الانحناء بتاع الخط ده اقل واللور فيس هايت بتاع العيانه قليل. دي كلها يا جماعه حاجات بعرفها من السفالومتري المفروض، بس دكتور التقويم مع اول جلسه لما يبص على العيان ويصور الصور دي قبل ما العيان يروح يصور الاشعه بيبقى عنده خلفيه. يعني الاشعه حاجه تاكيديه، احنا بنتكلم برضو ان الاشعاعات دي حاجه هي طبعا اساسيه، يعني السلاترال سفالومتري دي رقم واحد، هي الستاندرد اللي بعرف منها الزوايا بالظبط. ده حتى في كمان تطورات دلوقتي ان اللاترال سفالومتري بتطلع لي التشخيص، يعني هي بيحسب الزوايا لوحدها وبيطلع التشخيص لوحده المفروض الدكتور يعمل ايه، بس تظل هي الجولدن ستاندرد. بس الحاجات دي كلها هدفها ان هي تسهل لي التشخيص. بيقول لك برده ان انا اقدر ابص على الترانزفيرس يمين وشمال، اقدر اشوف هل في سيمتريه ولا مفيش سيمتريه، يعني بيقول لك كل الناس عندها او ما عندهاش سيمتريه، يعني بص حتى البنت دي في سلايت اسيمتري شويه، بص هتلاقي وشها تحس ان هو المناخير والبق جاي يمين شويه بالنسبه، يعني شمالها اللي هو يمين شويه بالنسبه لعينها، بس بيقول لك السلايت اسيمتري دي ما بتاثرش علينا، بس اوقات الاسيمتري بتبقى كبيره. يعني العيانه دي ممكن تتوقع ان التقويم هيصلح لها العوجه بتاعه الفك، لا دي اسمها unrealistic expectation، العيانه دي الاسيمتري قوي قوي عشان تصلحها محتاجه عمليه تجميليه، فالتقويم لوحده مش هيبقى كفايه. عشان كده بص لو بصيت هنا من فوق هتلاقي المشكله في عظم الفك نفسه، يعني العظم نفسه يا جماعه، ايوه عظم الفك ممكن يخرج لبره بحركه الاسنان، بس مش صعب ان انا اخرجه المسافه دي كلها. فعشان كده العيانه دي قدرت ان انا ده البوزيشن وانا بصور من فوق، ده اسمه 12 اوكلوك بوزيشن، ان انا ببص زي عارف ساعه من 12 كاني باصص من فوق بالظبط، من زي اللي عارف الساعه لما تبقى على الساعه 12، فده بقدر اشوف الترانزفيرس اكزامينيشن، بخلي العيان قاعد على الكرسي وبنايم الكرسي اللي ورا شويه، وانا كدكتور معايا الكاميرا بقف ورا العيان وبصوره وببص عليه عشان اقدر اشوف الترانزفيرس، بشوف هل في سيمتريه، هل الكلام ده كله بقدر اشوفه مع العيان، الى جانب برضو انه بيقول لحضرتك انه في عندنا قانون الوش المفروض المثالي بيبقى لو قسمته لخمسه بيبقى الخمسه بالتساوي، يعني من الودان للحته الخارجيه من العين ده كده خمس، من العين من اول العين الخارجيه للعين الخارجيه الداخليه دي خمس، من العين الداخليه للعين الداخليه الثانيه دي خمس، ونكمل نفس الكلام الناحيه الثانيه. بيقول لك دي كلها
سمايل استيتكس، بتشوف جمال الوش عن طريق الموضوع ده، او الفيس استيتكس اللي هو ترانسفيرس اسسمنت، بنشوف علاقه يمين وشمال بالكلام ده، غير الى جانب ال 12 وكلوك بنقدر نشوفه من قدام برضو، ان انا اشوف الخمسه الخمس بتاع الوش متناسق ولا لا. وبيقول لك برضو يا جماعه السمايل استيتكس مهم، بشوف جمال الابتسامه. المفروض يا جماعه الابتسامه المثاليه بتاعت المودلز والناس دي، بيقول لك ايه، ان انت لما تضحك الانسايزرز الابر انسايزرز كلهم بيبانوا، وبرضو أو عند الستات اوقات بيبان ملي او 2 ملي من اللثه. الى جانب برضو ان الارك بتاع السمايل او الانسايزر الايدج بتاع الانسايزرز لازم يبقى بارلل لللور ليب، يعني لازم يبقى خط الاسنان مرصوصه في نفس الباراليزم مع الزاويه بتاعت الابتسامه بتاعت اللور ليب. وكمان يا جماعه الاب وانت بتضحك برضو الابر انسايزرز لازم يبقوا قريبين بس مش لامسين اللور ليب. وكمان بيقول لحضرتك برضو ان مستوى اللثه او الزينث بوينت بتاعت اللثه بتاعت الاسنان بتاعت السنترال والكوناين في نفس المستوى، بس بتاع اللاترال بيبقى فوق ملي شويه عن السنترال واللاترال. دي كلها حاجات ابتسامه هتفرق معاك في ايه، في التقويم، انك تعرف تحط السنه دي تطلعها لفوق تنزلها لتحت، لا الاسنان بعيده قوي عن اللثه فاضطر انزلها لتحت عشان عيني يبقى شكله احسن وهو بيضحك، او الاسنان نازله عند عين عنده جامي سمايل الاسنان نازله جامد قوي لتحت وبتخبط في اللثه، محتاج ان انا اقصر اللثه شويه، او اللثه اسف ان انا اقصر طول الاسنان شويه تبقى داخله لجوه، او العيان عنده جزء كبير من اللثه بيبان عنده حاجه اسمها جامي سمايل، محتاج ان ادخل الاسنان لجوه علشان الابتسامه تبقى جميله اكتر. دي كلها حاجات بتفرق معايا يا جماعه. وهنا زي ما احنا اتكلمنا قلنا اهو السمايل ارك، قلنا الكلام ده كله. الى جانب يا جماعه بيقول لحضرتك في حاجه اسمها البكال كوريدور. البكال كوريدور يا جماعه هي المسافه اللي بين البكال بتاع البوستيريور تيث و الانجل اوف ذا ماوث، الحته السوداء اللي انت اللي حضرتك شايفها دي. الحته السوداء دي يا جماعه المفروض تبقى صغيره ما تبقاش كبيره، يعني الحته السوداء دي ما تبقاش كبيره، لو كبيره الابتسامه مش هتبقى متناسقه. كل ما البكر كوريدور كان اقل كل ما الابتسامه كانت جذابه اكتر. عشان كده لو دكتور التقويم لقى البكر الكوريدور كبير ساعتها بيحاول ان هو يخرج الاسنان لبره، الابر بالذات يحاول يخرجهم لبره عشان يملوا الفراغ ده، اسمه البكر الكوريدور. دي من كل ما قل كل ما الابتسامه كانت جذابه اكتر. وطبعا لازم يكون في سيمتريه طبعا. يعني بص هنا بيقول لك السمايل سيمتريك شويه، يعني بعرفها ازاي؟ لو انا رسمت خط من المناخير لتحت المفروض الخط من السنان دول يبقى ماشي مع خط المناخير، لا هنا في محذوف شويه بس هنا مش مقصر قوي، بس مثاليا المفروض الخط بتاع المناخير منتصف المناخير ماشي مع الميد لاين طبعا بتاع الاسنان. دي كلها حاجات احنا بندور عليها خلاص، ودي كلها حاجات احنا بنحاول نشوفها. طيب عندنا يا جماعه بنشوف حاجه اسمها السوفت تيشو اكزامينشن، اللي هو عن طريق بنشوف اللبس وبنشوف التنج. طبعا يا جماعه هدفنا اللبس اللي يكون في حاجه اسمها كومبتنس، يعني انت وانت قاعد مرتاح كده شفايفك اللي فوق لامسه الشفايف اللي تحت. اوقات يا جماعه السنان بتبقى خارجه لبره قوي، اللي بيحصل اللب بتبقى انكومبتنت. يعني لو الطفل عنده او الراجل عنده سنان زي سواريز كده بتاع اللي بيلعب كوره، الاسنان خارجه لبره قوي، فده في العادي اسنان اللبس مش لامسه بعض، دي اسمها انكومبتنت لب. بس اوقات الانكومبتنت لب دي بتبقى بوتنشالي كومبتنت، يعني ايه؟ الاسنان خارجه لبره حاجه خفيفه، العيان محتاج مجهود خفيف عشان يلمسوا بعض، بس اوقات بتبقى خارجه لبره جامد قوي انكومبتنت على الاخر بقى، اللي هو العيان محتاج ان هو يضغط جامد قوي بشفايفه ويعمل مجهود عشان الشفه تلمس بعض. العيان ده بيبقى عنده صعوبه في الكلام، اللي هو الاسنان مخرجه الشفه جامد قوي بعدهم عن بعض مخليهم انكومبتنت على الاخر علشان يلمسوا بعض. بيقول لك الانكومبتنس ده لو الشفايف مش لامسه بعض والعيان عنده انكومبتنس، كل ما العيان بيكبر كل ما الشفه بتترهل وبتنزل لتحت والانكومبتنس بيقل. يعني احنا طبيعي بيقول لك ان انت تشوف في الاطفال بالذات في حالات توكلز ديفيجن 1 ان العيان الطفل عنده انكومبتنس نتيجه سببين، الاسنان خارجه لبره ومخليه الانسايزر ما يقفلش حلو، الى جانب انه كل ما بتكبر، يعني العيان الطفل ده لسه اللبس صغيره، اللبس لسه ما طولتش ومش قادره تعمل كومبتنس مظبوط، فكل ما العيان ده بيكبر كل ما الكومبتنس هتبقى الليب كومبتنت اكتر، وكل ما الانكومبتنس هيقل. الانكومبتنس عكس الكومبتنس، يعني الانكومبتنس العيان مش عارف يجيب شفايفه على بعض، ودي بتقل مع الوقت، وكمان بتزيد لو الاسنان اللي فوق خارجه لبره، او الاسنان في فرق بين الاسنان اللي فوق او الاسنان اللي تحت كبير خلاص. فبيقول لك يا جماعه برضو لازم اللبس تبقى مايله لفوق شويه، بالذات الافارقه عندهم لبس بتبقى خارجه لبره شويه، وهنعرف الشابتر اللي جاي الموضوع ده بيقول لك ان شاء الله. طيب عندنا نيزو ليبيا الانجل يا جماعه دي مهمه، لازم زاويه بين النوز واللبس تبقى 90 درجه، لو ودي بتتاثر برضو بالنوز. يعني تعالوا يا جماعه نتكلم ان الطبيعي ان النيزو ليبيا الانجل تبقى كام يا جماعه؟ تبقى 90 ل 110. لو زادت لو الزاويه دي زادت، هي تقريبا دلوقتي زاويه قايمه 90 او تقريبا نقدر نقول عليها 100 110، لو زادت ده معناه ايه؟ معناه ان الابر ليب دخلت لجوه، معناه ان ده كلاس 3، معناه ان اللي تحت خارج لبره، الفك اللي تحت خارج لبره،
واللي فوق داخل لجوه. طب لو الزاويه قلت معناه ان اللبس دي خرجت لبره، لو الزاويه دي بدل ما هي كده قلت وبقت كده. طب ده معنى ايه؟ معناه ان الابر لبس خرجت لبره، معناه ان العيان ده بقى كلاس 2. احنا طبعا بنتكلم، هتقول لي طب متاثر بالمناخير، ايه علاقه المناخير؟ اقول لك احنا بنعتبر ان المناخير طبيعيه والمشكله في الاسنان بس، عشان كده بنعتبر المناخير ونقيس منها. اسمها نيزو ليبيال انجل يا جماعه. خلاص تمام. وبيقول لنا يا جماعه برضو ان لازم دي نقطه مهمه قوي، ان احنا نشوف التانج. التانج يا جماعه مهم قوي، انه في اوقات الاوبن بايت بيحصل نتيجه التانج، نتيجه حاجه اسمها التانج ثراست. يعني العيان لما بيجي يبلع، بص معايا كده ركز معايا، العيان اوقات الاسنان بتبقى الابر خارجه لبره، فالاسنان لما بتبقى خارجه لبره العيان مش عارف يقفل شفايفه على بعض، فعشان يبلع انت عشان تبلع جرب كده ابلع، هتلاقي نفسك بتقفل شفايفه على بعض، فالعيان بيعوض ان هو مش عارف يقفل شفايفه على بعض، اسهل له ان هو يحرك اللسان لبره عشان يعمل سيل، عشان يعمل يقفل بقه علشان يقدر يبلع بسهوله، عشان الضغط يقدر يبلع بيه. فالعيانين يا جماعه عندنا اللي بيكون عنده الانتيرير اوبن بايت بسببها بيقدر يعمل تانج ثراست، عندنا يا جماعه نوعين من التانج ثراست لازم نعرفه. عندنا الادابتيف تانج ثراست اللي هي التعوديه، يعني العيان هو التانج مصدوم، مش سبب المال اوكلوجن، يعني هو التانج لقى نفسه ان هو الاسنان خارجه لبره، فبناء عليه عشان الطفل يقدر يبلع بيطلع لقدام وبيعمل سيل مكان بدأ المفروض عشان يبلع اللبس هي اللي تلمس بعض، فهنا الاسنان خارجه لبره واللبس مش قادره تلمس بعض، بقت انكومبتنت. فالعيان ده بيعوض ده ان هو بيجيب اللسان لبره عشان يقدر يبلع. وعندنا نوع تاني الاندوجينس تانج ثراست، اللي هو العيان لسانه كبير اساسا بالنسبه لاسنانه وخارج لبره، يعني اترست العيان ده لو بصيت عليه هتلاقي اللسان قاعد بين الابر واللور، العيان ده لسانه طويل او خارج لبره، فالعيان ده عنده مشكله كبيره، عنده حاجه اسمها اندوجينس، يعني هو تشريحيا مشكله في اللسان. فاللي زي ده يا جماعه حتى لو عملت له تقويم نسبه الريلابس تبقى عاليه قوي، لان احنا قلنا السوفت تيشو بيأثر على العضلات. فانت لو لازم الاول الخطه العلاجيه تشخص هل العيان ده عنده اندوجينس تانج ثروست ولا عنده ادابتيف تانج ثروست. لو ادابتيف غالبا الريتنشن هيبقى سهل. ليه؟ لان بعد ما ترجع الاسنان لمكانها واللبس تبقى كومبتنت، ايه اللي هيحصل؟ العيان مش هيحتاج يخرج لسانه تاني، والادابتيشن بتاع التانج هيخليه ما يخرجوش لقدام، وبناء عليه مش هيخرج الاسنان تاني لبره. بس لو انت جيت عيان عنده كلاس 2 واسنانه خارجه لبره وجيت دخلتها لجوه، والعيان ده اساسا لسانه كبير وخارج لبره اللي هو اندوجينوس، العيان ده كل ما يجي يبلع ضغطه اللسان هترجع تخلي الاسنان تخرج لبره تاني، ويبوظ لنا الريتنشن، يحصل ريلابس اتكلمنا عليه. عشان كده مهم قوي يا جماعه ان احنا نعرف هل العيان ده عنده اندوجينوس تانج ثرست ولا ادابتيف تانج ثرست. اتكلمنا عن التي ام جي، لازم اتاكد من التي ام جي ومشاكل التي ام جي، عشان قلنا في كلام ان المشاكل ممكن تزيد لو انا في اثناء العلاج، فعشان كده لازم اشخص المشاكل ممكن تتحل لو انا، يعني لازم اهتم بدكتور بالتي ام جي واحولها لدكتور تي ام جي، اخلي مسؤوليتي كدكتور تقويم. احنا قلنا مش شرط ان انا اعالج تقويم مشاكل التي ام جي تروح، العيان ممكن يكون متخيل ان لو عالج المال اوكلوجن مشكله التي ام جي هتروح، احنا قلنا في حالات وحالات، فعشان كده لازم احول دكتور تي ام جي يشخص عليه، يشخصه يعني. اتكلمنا بقى ان انا لازم اشوف مراحل تطور الاسنان، الاربشن لازم اكون حافظ تواريخ الاربشن عشان بناء عليها اعرف السنان فقدت ولا لا، السوفت تيشوز لازم اشوف فيه التهابات لثه ولا لا، لازم تنظيف الاسنان عشان لو الاسنان هتسوس وهتتخلع هتبوظ لي الخطه العلاجيه وهتبوظ لي الاوكلوجن، لازم اشوف الانتر ارش والانترا ارش، لازم اشوف الكيرس، لازم اشوف الحاجات دي كلها يا جماعه عشان يبقى عندي خلفيه على العلاج بتاع العيان، عشان ما اجيش في وسط العلاج مثلا لا قدر الله اضطر ان انا اخلع سنه او حشوه تقع، اضطر افك التقويم واعيده من اول وجديد، كلها الكلام ده كله مهمه. لازم اشوف الاندرو 6 كيز اوف اوكلوجن، الانجليشن لازم اشوف الكلام، خلاص يعني الكلام ده كله قلناه. لازم اشوف الاوفر بايت والاوفر جيت، بيقول لك الكراودنج لازم تشوفه، بنعتبر الكراودنج قليل او مايلد لو اقل من 4 مللي، بنعتبره مودريت لو من 4 ل 8، وبنعتبر الكراودنج سيفير لو اكتر من 8. بنقيسها ازاي؟ بنقيسها بالمسافه اللي الاسنان معديه بعض بيه، يعني انا بقيس المسافات الكام مللي الاسنان مغطيه بعض وبجمعهم، لو اكتر من 8 بكده سيفير كراودنج، غالبا ساعتها بحتاج خلع. من 4 ل 8، 4 ل 8 لا ممكن ما احتاجش خلع، ممكن ساعتها اكبر حجم الفك عشان الاسنان تترص فيه بطريقه اسهل. مايلد كراودنج لا ساعتها حاجه بسيطه ممكن ما اخلعش، وفي الغالب ما بخلعش لو مايلد كراودنج، يعني حاجه بسيطه ممكن اعمل ستريبنج للاسنان ان انا اشيل ارفع الاسنان ميديو ديستال من بعض، هنتكلم قدام ان شاء الله. خلاص قلنا اتكلمنا على الاوفر بايت والاوفر جيت، بيقول لك اوقات ان الاوفر بايت بتبقى اهميه الدايجنوزز عشان الطفل ده ما يتعبكش في بص الاوفر بايت قويه قوي لدرجه ان هو الديب او الاوفر بايت كبيره او الديب بايت كبيره قوي لدرجه ان بص ان الاسنان اللور داخله في البالات بتاع الابر، شايف عامله مشاكل ازاي في الانسايزف بابيلا اللي من جوه خلاص في الروجيه. فدي كلها حاجات يا جماعه لازم اشخصها
واعرفها. السنتر لاينز لازم ابص على خط الوش، المورال ريليشن شيب، كلاين ريليشن شيب، لازم نعرف الكلاس 1 ولا كلاس 2 ولا كلاس 3، لازم اعرف في كروس بايت ولا مفيش كروس بايت. اتكلمنا الكلام ده كله في اول شابتر يعني خلاص. بيقول لك في انواع كروس بايت، البقه الكروس بايت ان اللور اسنان البقه الكاسب المفروض بتاع اللور داخل في السنترال جروف بتاع الابر، بس لو البقه الكاسب بتاع اللور خارج لبره عن البقه الكاسب بتاع الابر بقى عندي بقه الكروس بايت. لينجوال كروس بايت معناه ان البقه الكاسب بتاع اللور دخل لينجوال، دخل الناحيه التانيه بدل ما يخرج لبره، لا ده دخل لجوه بقى اسمها لينجوال كروس بايت. خلاص البقه الكروس بايت البقه اللور خرج لبره عن مكانه الطبيعي، المفروض الابر مغطي اللور، يعني المفروض البقه الكاسب بتاع اللور داخل في السنتر جروف بتاع الابر. لو العلاقه خرجت لبره عن كده، لو اللور بقى الكاسب خرج لبره بيبقى اسمه بقى الكروس بايت، لو دخل لجوه مال لجوه بيبقى اسمه لينجوال كروس بايت او سيزر بايت. ليه سيزر بايت يا جماعه؟ بيبقى عامل زي المقص، اللور داخل لجوه والابر خارج لبره، الاسنان بتبقى عامله زي المقص، ما بتندخش على بعض بس بتحك في بعض زي المقص، كان المقص بص كده بيحك في بعض ازاي، يبقى اسمها سيزر بايت. بيقول لحضرتك ان انا لازم اشوف الميد لاين واشوف الشيفت والديفيشن، هدفه ايه يا جماعه؟ هدفه ان انا اعرف ان اوقات يا جماعه بيبقى عندي المال الاينمنت وعندي المال اوكلوجن جامد او كراودنج جامد لدرجه ان هو بيعمل لي شيفت. يعني بص الحاله دي عندي انتيريور كروس بايت، خلاص عندي كراودنج طبعا وعندي كروس بايت. يعني ايه كروس بايت؟ يعني الطبيعي ان الابر يبقى بره واللور يبقى جوه، بس بص بسبب الكروس بايت، يعني بص بسبب ان اللاترال داخل لجوه، الابر لاترال ده في كروس بايت لان اللور هو اللي خارج لبره، والمفروض اللور لاترال يبقى جوه الابر لاترال، او كل اسنان الابر تبقى بره. بص انا عندي ان انا الابر لاترال داخل لجوه واللور لاترال خارج لبره، فلما العيان بيجي يعض بص ده قبل ما يعض خلاص، بص لما بيعض المفروض ده يبقى بره، الابر لاترال يبقى بره واللور لاترال يبقى جوه، بس بما ان هما بيخبطوا في بعض عشان الابر دخل لجوه فبقى يخبطوا في بعض، فلما بيجي يعض المندبل بيشفت ناحيه شمال العيان. بص معايا وهو فاتح كده الميد لاين، الفرقه اللي هي الدايستما بين بين الابر سنترالز بالظبط ماشيه مع الميد لاين بتاع اللور ده، وهو فاتح بص في فراغ بين الاسنان، لما العيان يجي يقفل ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ بص كده قفل الميد لاين دخل شمال، المفروض الميد لاين احنا كنا شايفينه اهو كان في النص، كنا شايفين الميد لاين بتاع اللور ارش خط النص بين اللور سنترالز، هتلاقيه دخل شمال. ده معناه ايه؟ حصل شيفت في الميد لاين ناحيه الشمال، سببه ايه؟ سببه ديفيشن في المندبل. عشان ايه؟ عشان الكروس بايت. يبقى اوقات الكروس بايت يا جماعه بيعمل لك شيفتنج في الكلوجر ارك، يعني بيغير لك البوزيشن بتاع الماكسيمم انتركاسبيشن عن المانديبل ريست، بيبوظ لك الاوكلوجن. عشان كده يا جماعه لازم افك اول حاجه اعملها عشان اصلح الاوكلوجن ان انا احرك الانسايزر ده في التريتمنت. قلنا بقى اهميه التريتمنت بلان، او ان انا اشخص ان انا اخرج اللاترال ده لبره علشان العيان يقدر يقفل مظبوط. كل ده العيان عايش طول حياته مش بينضغ مظبوط بسبب سنه واحده عامله كروس بايت، فالسنه دي بتخلي الفك يتعوج وهو العيان بيقفل، فلازم اخلي بالي من النقطه دي. طيب عايزين نتكلم بقى على الدايجنوستيك الريكوردز، الحاجات اللي انا باخدها معايا. عندنا يا جماعه الاستادي مودلز امبريشنز، لازم يبقى عندي امبريشنز عشان العيان هو مش موجود اقدر ادرس الحاله، اقيس الكراودنج، اتكلمنا على الارش سيركمفرنس اقدر اقيسه، ارش دايامتر، الحاجات دي كلها محتاجه اوسع كام ملي، محتاجه اخرج السنان كام ملي، القياسات دي كلها بقدر اخدها من على الكاست لما باخد مقاس وبصبه بقى عندي كاست العيان. مش بس كده يا جماعه، هدفنا ان الكاست يكون عندي، بنحاول نعمل له بيز يا جماعه القاعده بتاعت الكاست بتاعي تسمح لي ان انا وانا حاطه في اي زاويه يبقى نفس الزاويه بتاعت الارش او زاويه الاوكلوجن في بق العيان. يعني انا بشوف هو دلوقتي مش ماسكه بايدي، يعني شوف هو الكاست عامل اوكلوجن وهو قاعد على الترابيزه بسبب التريمنج بتاع البيز، البيز بتاعت الكاست دي بنكون معمولين لها دكاتره التخويم بيعملوا لها تريمنج بطريقه معينه بحيث لو حطيته من اي زاويه، من حطيته على ظهره حطيته على وشه، الزاويه بتاعت الاسنان تبقى نفس بتمثل نفس الزاويه اللي في بق العيان، ما تبقاش معوجه سواء كلوك وايز او انتي كلوك وايز عشان تسهل لي الدايجنوزيس بتاعي. الصور قلنا لازم، مهم عندي صور جدا، قلنا فهمنا الصور من قدام ليه وفهمنا صور من البروفايل ليه. طيب في عندي صور ثالثه اللي هي الثري كوارتر اللي هو من ثلاث ارباع فيو، ثلاث ارباع فيو يا جماعه ده بيديني كومبينيشن ما بين الزاويه من قدام والزاويه من الجنب، بقدر اشوف العيان البلج من ثلاث ارباع، يعني بشوف العيان كده من اللي هو من عند الكناين بالظبط. ليه؟ عشان اجمع بين الاثنين فيوز، اقدر اشوف هل الكناين الحته بتاعت الكناين بالذات خارجه لبره داخله لجوه. طيب الفايف انترا اورال، الصور الانترا اورال عندنا الفرونتال اوكلوجن عينه وهو عاضد، بقل اوكلوجن عينه وهو عاضد من اليمين والشمال، يعني الفرونتال اوكلوجن والبقل اوكلوجن بصور بالمرايه من ناحيه اليمين، الاسنان البوستيريور عامله اوكلوجن ومن الشمال، اوكلوزال فيوز الابر واللور عشان اشوف الانترا ارش، اشوف المشاكل الانترا ارش اللي جوه
القرش. وفي بيقول لك عينين بيحب ياخدوا فيديو كليب يصور فيديو لعينه وهو بيتكلم وبيضحك وهو بيعض علشان يشوف الفانكشن والسمايل، بالذات مثلا في حاله زي دي انا عايز اشوف الشيفت بيحصل ازاي، فهصور العين ده فيديو وهو بيقفل عشان اشوف الشيفت حصل كام ملي وحصل ازاي عشان اقدر احسب يا جماعه انا محتاج احرك قد ايه. خلاص والكلام ده هنعرفه بالتفاصيل ان شاء الله قدام. تمام. اشعاعات، هدفنا طبعا الستاندرد عندنا يا جماعه، عندنا في التقويم في اشعاعتين ستاندرد لازم نعرفهم، هم البانوراما. البانوراما زي ما اتكلمنا بقى بتبين لي انا عندي مثلا كراين ميسنج، بص هنا عندي امباكتد كراين، عندي الكراين الديسيديوس والكراين البيرمننت مش موجود، هعرف منين هو موجود ولا مش موجود؟ بعمل اشعه بانوراما. اشعه بانوراما دي بتبين لي ان في عندي كراين جوه، بتبين لي بينت لي اهو ان في على العيان عنده دروس عقل لسه ما طلعتش مش ميسنج، بينت لي ان العيان ده الروتس بتاعته حجمها كويس مش خايف من ان يحصل روت ريزوربشن، بينت لي حاجات كتير قوي. فاشعه بانوراما هي الستاندرد، مفيش عيان هيروح يعمل تقويم من غير ما الدكتور يطلب منه اشعه بانوراما. والاهم بقى من البانوراما يا جماعه بيطلب حاجه اسمها اللاترال سفلومتري. اللاترال سفلومتري دي من الجنب هنتكلم عليها بالتفاصيل في الشابتر اللي جاي، اللي هي هدفها ان انا اقيس بقى بالظبط علاقه الفكين انتروبوستيريور، اعرف هو كلاس 1 ولا كلاس 2 ولا كلاس 3 طول الفك، الكلام ده كله بعرفه من السفلومتري، هنتكلم عليها ان شاء الله في الشابتر اللي جاي. طيب عندنا حاجه اسمها اوكلوزر راديوجرافي اتلغت يا جماعه. ازاي؟ البانوراما مبينه لي ان في امباكتد كراين اهو، انا دلوقتي عايز افتح على الامباكتد كراين ده وانزل واعمل عليه تقويم وانزله، ممكن الامباكتد كراين ده يكون بكل وممكن الامباكتد كراين ده يكون بلتل. اعرف منين؟ زمان ما كانش عندنا اشعه 3 دي، كنا بنعمل حاجه اسمها اوكلوزال، بصور من فوق، بص هنا بان لي ان الكراين ده بلتل. تاني البعد التالت بجيبه ازاي؟ ان انا بصور من فوق، انا دلوقتي شايف الصوره دي بعدين 2 دايمنشن يمين وشمال وفوق وتحت، عشان اشوف العمق بقى هل الكراين ده بكل، هل هو بكل للروتس بتاعت السنت ابر دول ولا بالتا للروتس دي، لازم اصور يا اما اوكلوزال. ده زمان كنا بخلص، دلوقتي مفيش حد بيعمل اوكلوزال، ده كله بقى يعمل سي بي سي تي وهنتكلم عنها. الاوكلوزال ده يا جماعه هدفه كان زمان ما كانش فيه السي بي سي تي، كان حاجه اسمها اوكلوزال بنعمله علشان نشوف هل الكراين ده خارج لبره بكل ولا داخل لجوه بالتا، هو هنا بيطلع ان هو بالتا. دلوقتي ما بنعملهاش ليه؟ بقى في عندنا حاجه اسمها السي بي سي تي اللي هي اشعه المقطعيه بتاعت الاسنان. الفرق بينها وبين السي تي بتاع البشري ايه يا جماعه؟ ان السي تي البشري بيبقى جهاز كبير لازم العين يدخل جواه وجرعه الاشعه بتبقى قويه قوي، احنا عندنا في الاسنان تبقى جرعه اقل بكتير وجهاز اصغر بكتير موجود في حتى في عيادات اسنان كتير، يقدر يخليني اقيس طول الاسنان بالظبط، بيبقى حاجه بقى 3 دي ما فيهاش اي ماجنيفيكيشن ما فيهاش اي مشاكل، اقدر احدد بص اماكن السيست بالظبط من غير ما اضطر ان انا اعمل الاوكلوزال ده خلاص اتلغى، بقى نعمل سي بي سي تي بشوف طول الجذور بشوف الليجنز بشوف العظم بشوف عرض العظم بشوف كل حاجه 3 دي، الطول والعمق والعرض، يعني كانك جمعت الصوره دي بالصوره دي مع الفرق ان انت بتشوفها اكيورت. مشاكل البانوراما او مشاكل الاوكلوزال او الاكس راي العاديه البري ايبيكال او البايت وينج ان كلهم فيهم ماجنيفيكيشن، السي بي سي تي اكبر ميزه فيه ان هو ما فيهوش ماجنيفيكيشن، بيبين لي برده التي ام جي، بيبين لي العظم السمكه بتاعت العظم، بيبين لي كثافه العظم، بيبين لي حاجات كتير. هتقول لي طب يا دكتور انا ليه محتاج اصور بري ايبيكال وبايت وينج؟ هقول لك عشان اشوف التسوس، عشان اشوف زي ما بيقول لك حاجه اسمها الباراليكس، كان زمان برده عشان اقدر اشوف هل دي بكل ولا لينجوال، احنا قلنا الامباكتد كراين ده عايزين نعرف هو بكل ولا لينجوال، يا اما اصور اوكلوزال في طريقه ثانيه بدائيه شويه ان انا اصور بزاويه مختلفه، لا اللي هي البكل اوبجكت رول، اللي انا لو انا مثلا حركت الاكس راي بتاعتي يمين ولقيت الكراين جه معايا يمين معناه ان هو بعيد عني. عارف انت لما تبقى حاجه بعيده عنك وانت ماشي، يعني لو انت مثلا ماشي في الشارع وفي عماره بعيده وعماره قريبه، لو انت كملت ماشي هتلاقي العماره البعيده نفس المكان من بالنسبه لعينك والعماره القريبه بتبعد عنك، يعني اي حاجه بعيده عنك وانت ماشي في اتجاه هتلاقيها بتمشي معاك والحاجه القريبه منك بتمشي الاتجاه العكس. يعني ايه؟ حط صباعين قدام عينك وحرك راسك يمين وشمال، هتلاقي الصباع القريب منك بيتحرك عكس اتجاه راسك والصباع اللي بعيد هو اللي بيتحرك مع راسك. نفس الفكره لما انت تيجي تصور اشعه، لو انت لقيت الكراين ده بيتحرك معاك، لو انت حركت الفيلم التصوير راسك يمين او انت حركت الاكس راي ماشين يمين بزاويه يمين والكراين جه يمين، معناه ان الكراين بعيد بالنسبه للاسنان، معناه ان هو بالاتل. عكس لو لقيت الكراين اتحرك عكس اتجاه التصوير، يعني انت حركت جهاز يمين ميزيال وهو جه ديستال، او انت حركت الجهاز ديستال وهو جه ميزيال، معناه ان الكراين ده يا جماعه قريب منك، معناه ان هو بكل. بس قلنا الكلام ده كله بقى نتجنبه عن طريق ان انا بعمل السي بي سي تي بتعرفني بالظبط ايه الكلام ده. اهي دي صوره من السي بي سي تي، بشوف كل الابعاد، بشوف بالعمق، بشوف. دي حاجه كويسه وهي بستخدمها عندي في التقويم. خلاص دلوقتي بيقول لك بقى في حاجه اسمها ديجيتال، بناخد بدل ما نجيب مقاسات وناخد امبريشن زي ما بنعمل في السكاشن، لا بقينا ناخد نصور العيان صوره ديجيتال ونوديها على الكمبيوتر
وكمان في نفس الوقت الكاستات بقت على الكمبيوتر، الكاست العادي بدل ما نقعد نخزن لكل عينين الكاستات بتاعتهم ريكوردز، لا بقت كل حاجه متخزنه على الكمبيوتر، بدل ما اقعد اعمل واير بيندنج بقت الكمبيوتر بقى هو اللي يتني الواير، بقى هو اللي يخرط الكاست. خلاص يا جماعه التطورات حصلت جامد قوي، هنتكلم عنها في الشابتر اللي جايه. طيب انا يا جماعه دلوقتي بعد ما اخدت الهيستوري وبصيت في الاشعاعات وعملت الريكوردز وقست كراودنج من على الكاست وقست الزاويه من الاكس راي وقستها 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 وعملت الكلام ده كله، بعمل بروبلم ليست، بعرف عندي بقى والله اه ده الفك اللي فوق مظبوط، ده الفك اللي فوق خارج لبره، ده الفك اللي فوق داخل لجوه، ببص في الصور او ببص على العيان، لا والله ده عندي مشكله، دي الميد لاين متشفت، بشوف الكاست، بعمل حاجه اسمها بروبلم ليست. هنتكلم هنا على حاله مثلا عشان نقدر نشوف ازاي بعمل بروبلم ليست، دكتور التقويم بيعمل ايه هنا. من اول نقدر نبدا نتكلم في العملي بقى، انت كدكتور تقويم عايز تشتغل تقويم خلاص لازم تعمل بروبلم ليست. لازم اول حاجه بص، هو بص اه كتب اورال هيجين سبور وكمان العيان عندها فيرست بريمينال مولر هاف لارج ريستوريشن. خلي بالك يعني دلوقتي لو عايز اخلع، لو عندي الفكين خارجين لبره او الفك خارج لبره وعايز اخلع سنه، بدل ما اخلع حاجه سليمه ده انا ممكن اخلع. انا الطبيعي الدكاتره بتحب تخلع البريمولرز. بص هنا عندي العيانه دي مشكلتها ايه، الفك بص الفك اه العيانه دي عندها مشكله ايه يا جماعه، ان عندها كراودنج خلاص، عندها بص كراودنج اهو. طب الكراودنج ده قلنا في الغالب بنحتاج ان احنا نخلع، طب انت دلوقتي المفروض هتخلع مين؟ دي كلها بتشارك في التريتمنت بلان عندك. احنا في الغالب بنخلع البريمولرز، بس لو بصيت على البريمولرز ما فيهمش تسوس، ما فيهم سلام، المولرز فيهم حشوات كبيره وديب وكراكس، فبناء عليه لو انا مقرر اخلع هو التقليدي ان اخلع البريمولر، بس هنا في الحاله دي هو سجل ان المولرز عنده فيهم حشوات امالجم كبيره، فبناء عليه لو هخلع الدكتور هنا قرر انه يخلع المولر. في دكتور تاني يقول لك لا انا هخلع البريمولر، حسب بقى كل شيخ وليه طريقه. خلاص هنعرف التريتمنت بلان ان شاء الله. هنا مثلا اهو الاسنان بروكلايند، تعال نعرف المشاكل اهو، العيانه ما بتغسلش اسنانها خلاص وكده. هي اه اكتر حاجه مشكلتها ان هي عندها كروكت ابر تيث. اه بص بقى البيشنت كونسيرن كروكت ابر تيث، عندها الاسنان اللي فوق معوجه، هي دي اكتر حاجه مضايقاها. بص مع ان عندها كراودنج في اللور وعندها اوبن بايت ورا، الاسنان مش لامسه بعض وعندها، بس هي اكتر حاجه مضايقاها الاسنان اللي فوق معوجه. يعني انا في الخطه العلاجيه بتاعتي اكتر حاجه هركز عليها الكروكت ابر تيث بتاعي. خلاص انا بقى لما بصيت من عندي بقى البيشنت، ايه الفرق بين كونسيرن والسمايل استيتكس، ان دي الحاجه اللي هي مضايقاها، حاجه واحده بس هي مضايقاها. الحاجات اللي تحت بقى انا شفتها، لقيت ان عندها ميسنج الابر لاترال، لو بصينا في الصوره نلاقي ميسنج ابر لاترال، مقصر على الضحكه، التناسق بتاع اللثه مش مظبوط، في احنا قلنا ان الابفرود السنترال والكناين يبقوا ملي فوق اللاترال في السمايل اللي هو في الرصه بتاعت الاسنان في الجينجيفال ديسبلي، المندبل داخل لورا بالنسبه للمجزله، او نقدر نقول المجزله هي هنا. اه حلو، هنا لما بص بقى احنا قلنا بص هنا من جنب، اه هنا نقدر نقول المجزله خارجه لبره ولا المندبل دخل لجوه؟ لا هنا المندبل اللي هو اللي داخل لجوه، لما عمل الاناليسيس بتاعه ورسم الخط ومش عارف ايه والكلام ده اللي قلناه في السوفت تيشو واللي هيتاكد منه بالسفنومتري، لقى انه المندبل هو اللي داخل لجوه، بس قال لك حاجه بسيطه ليه؟ العيانه دي باين ان هي بلغت يا جماعه، فهل هقدر اخرج فك التشين دي اخرجها لبره بدون عمليه؟ لا مش هقدر اخرجها لبره، بس بما ان هي حاجه صغيره مش هتفرق، بقول له بص هو حتى كتب قال لك ان هي داخله داخله لجوه سلايتلي ريتروجناتد بات اكسبتبل، لو هي كانت لسه بتمه كنت ممكن البسها حاجات ريتروجناتك يعني داخل لجوه، كنت ممكن البسها ابلاينس تخلي الفك اللي تحت يخرج لبره، ساعتها كانت هتبقى مثاليه، بس هنا قال لك خلاص طالما ان هي حاجه صغيره والنمو وقف خلاص مش محتاج ان انا اكسبتبل، مش محتاج ان انا احولها لدكتور جراحه يكسر لها الفك ويخرجهم لبره بما ان هي نموها وقف والمشكله صغيره فمش محتاج اعمل كده. الريبس ار انكومبتنت ات ريست، اه بص بما ان الفرق من الابر واللور كبير، هي مش عارفه بص هي قافله بقها هنا اه بس تحس ان هي عامله مجهود، بص كده تحس ان هي ضمه شايفها على بعض ايه مش في العادي مش مرتاحه. خلاص your lips are only by اه بص حتى بيقول لك competent only achieved by straining the lips، يعني هي شاده، هي في العادي اسنانها مش لامسين بعض عشان الفرق من الابر واللور، اللور داخل لجوه قوي فالشفايف مش راضيه تقفل على بعض، لما اخرج اسنان اللور لبره ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الاوفر جيت قل شويه وساعتها العانه اللبس تبقى كومبتنت اكتر. الاينمنت بيقول لك بقى في عندي السيمتريكال لور في 7 مللي كراودنج، هنحسبه ازاي؟ بص يا جماعه من الصور الاوكلوزال اه بص احنا بنحسب اهو، اقدر ازاي نحسب؟ انا هنا مثلا عندي كراودنج قول نص مللي، هنا مللي اه هنا 2 مللي، بشوف المسافات السلام مغطيه دي 7 مللي خلاص، 7 مللي تقريبا قلنا ممكن نخلع ممكن ما نخلعش، بس هو هنا في الحاله خلع ليه؟ لان هو كده كده عنده يا جماعه اسنان بايظه، اسنان متدمره،
امالجم ده اللونج تيرم بروجنوزس بتاعه كويستشنبل، يعني ممكن بتلاقيه بعد سنه 2 5 اتكسر والسنه وقعت. لان بص حتى في ريكارنت كيرز حوالين الامالجم، في السنه حوالين الامالجم ده. فهو خد قرار كده كده، يا عم انا كده كده عايز ارجع السنان اللي خارجه لبره دي لجوه، فانا ساعتها ايه يا معلم هخلع الاسنان اللي هي ال دي علشان اسهل على نفسي. خلاص طيب، عمال بقى بيتكلم البروكلاينيشن وبيقيس الزوايا، في اسيمتري، في اتنين، يعني دي كلها يا جماعه مشاكل هو عمال بيقراها. الحاله كلاس 1، لا دي كلاس 2. هو هنا لقى ان المولر وكلاين كلاس 2، اه معناه ان الفك اللي تحت داخل لجوه. هو هنا قدر يفرق المشكله، ان بص من الخط اللي قلناه في الاول خلاص، قدر يلاقي ان الشفه اللي فوق، فاكرين الخط اللي قلنا بننزل بخط كده بالطول عشان نشوف الشفه اللي فوق المفروض تبقى 2 مللي قدام الخط، والتشين داخله لجوه. لا هنا ان التشين داخله لجوه اكتر بكتير من الخط، فعارف ان هي كلاس 2 بسبب ان التشين هي اللي داخله، او المندبل هو اللي داخل لجوه، داخل شمال بالنسبه للخط اللي احنا قلناه بنرسمه بالطول ده. ساعتها انا عايز ادخل اللي فوق لجوه ولا عايز اخرج اللي تحت لبره؟ لا انا عايز اخرج اللي تحت لبره. لا ان هي عندها يا جماعه كلاس 2 برضو في الاسنان، لان الاسنان اللي تحت راجعه لورا زياده عن اللزوم 3 ارباع يونت، يعني الاسنان راجعه، يعني مش فول يونت، مش بعرض سنه بحالها، لا بعرض 3 ارباع، يعني المشكله مش كبيره قوي. خلاص، وبيقول لك ان الطول العادي ومش عارف ايه، الكيرف سبي زويده زياده. دي كلها حاجات يا جماعه انا على قد ما اقدر بكتب معلومات علشان اقدر اشخص بقى واقدر اعالج. انا كده لما عرفت الباثولوجيكال وعرفت ان عندها تسوس وعرفت ان عندها حشوات كبيره، لما الدكتور اخد قرار اه بص بقى الايم اوف تريتمنت، بناء عليه بقى يقدر ياخد قرار بقى اللي هو العلاج بتاعه. اول حاجه ان انا لازم طبعا اصلح الاسنان اللي فوق خارجه لبره، هتصلح واعمل الاينمنت. عندها كراودنج، بص انت عشان تصلح الكراودنج وتصلح الاسنان خارجه لبره لازم تخلع، يعني انت عندك خارجه لبره وفي نفس الوقت بروكلاين مايله، الزوايا مايله خارجه لبره وفي نفس الوقت عندها كراودنج فوق، فلازم هخلع يا جماعه. فده هخلع مين بقى؟ هخلع بريمولرز ولا السكس ولا السفن؟ لا قال لك هخلع الاسنان اللي فيها حشوات. الطبيعي بنخلع البريمولر عشان البريمولر اقرب للانتيريور، هقدر احرك الاسنان فيه اسهل، بس هنا اتخذ قرار ان هو يخلع السكس علشان السكس كده كده فيه حشوات. خلاص، هنعمل نورمال الجينجيفر، هيبدا بقى يصلح المشاكل كلها والكراودنج اللي شافها فوق، بيكتب بقى كل الكلام ده كله الهابتس. شوف هنا هابتس، هو كده بتبقى يا جماعه زي اسطمبه ورقه موجوده، بيبدا يكتب فيها السيدس ستيل جروينج. اه ستيل جروينج، خلي بالك، يبقى هي ما بلغتش، العيانه دي ما بلغتش، انا افتكرت ان هي بلغت، بس بما ان هي ما بلغتش يقدر يلبسها هيد جير. هتقولي طب انت قلت من شويه جراحه، او طب ليه ما يصلحش المندبل داخل اللي جوه شويه هنا ريتروجناتيك مندبل؟ اقول لك يا جماعه ان الهيد جير، قرار انك تلبس عيان هيد جير قرار لازم يكون بموافقه الاهل وبموافقه، يعني طالما العيانه ما اشتكتش من المندبل داخل اللي جوه وهي ما خدتش بالها ولقيت ان هو داخل لجوه او راجع لورا حاجه خفيفه، انك تخرجه لبره. احنا بنتكلم ان العيانه دي لازم تلبس حاجه اسمها هيد جير او فانكشنال ابلاينس. فانكشنال ابلاينس دي هتلبسها من فتره مش اقل من 6 شهور سنه، بتلبسها مش اقل من 8 ساعات في اليوم، بتروح بيها المدرسه وبترجع، شكلها هيبقى وحش. فبما ان المشكله صغيره، إن ما مش مضطر ان انا اصلحها تاني، يعني لو العيانه دي هتقول لي ما هي لسه ممكن اتحكم في النمو، اقول لك ممكن اتحكم في النمو، بس العيانه ممكن تكون مش عايزه مكسوفه تاخد تلبس الهيد جير ده او تلبس الفانكشنال ابلاينس دي وتروح بيها المدرسه، شكلها مش وحش، شكلها هيبقى وحش، هتلاقي لها تريق عليها. فدي انا عرفت ان هي جروينج، ستيل جروينج، اقدر اتحكم في النمو والفك، بس في نفس الوقت المشكله صغيره مش شرط ان انا اعالجها. والعينه كده كده ما اشتكتش من الفك اللي تحت، هي اشتكت لي من الفك اللي فوق، فانا مش مضطر. تخيل كده تقول لها طب هتلبسي هيد جير لمده سنه او لست شهور، هتتضايق تقول لك ليه؟ هتقول لها عشان اخرج الفك اللي تحت لفوق لبره. هتقول لها ما... هتقول لك ما انا كده كده مش شايفه فيه مشكله، انا عاجبني كده، هي مشكلتي بس. عشان كده قلنا يا جماعه التشيف كومبلين مهم، بيشنت كونسيرن مهم. لو كانت جت جايه بقى بتقول لك انا لسه جروينج، اهلها بيقول لك احنا شايفين ان الفك اللي تحت داخل لجوه، ساعتها كنت هتلبسها الفانكشنال ابلاينس. يا رب تكون وصلت واتفهمت. خلاص، وبدا بقى يصلح المشاكل كلها. دي ستامب دكاتره التقويم كلهم عارفينها، تاريخ الميلاد 12 سنه لسه، بس خلي بالكم من حاجه، هي ستيل جروينج اه، بس عدت البيوبرتي او قربت من البيوبرتي. البيوبرتي بتاعت البنات تقريبا في سن 11 و13، فعشان كده ممكن برضو يكون ما اتخدش قرار، هي ستيل جروينج لسه بتنمو، بس جروث سبيرت عدى. احنا برضو قلنا ان النمو، يعني ان النمو بقدر اتحكم فيه لحد الجروث سبيرت، هي 12 سنه و11 شهر، يعني من 2 لدول 13 سنه، 13 سنه تقريبا مش هقدر اتحكم في النمو، لان خلاص العظم يعني اتكون، النمو بتاعه اكتمل بنسبه 95% مهما لبستها مش هيحصل تغيير. فده برضو سبب ان هي كانت، يعني هو الدكتور ستيل جروينج، بس المفروض كان يكتب هنا بات اندر بات بات باست ذا جروث سبيرت عشان يعرف ان هو مش هيقدر يعدل، او هو اوتوماتيك عرفها ان هو عارف ان هي عمرها تقريبا داخله على 13 سنه. بدأ يكتب يا جماعه الكلام ده كله خلاص،
ويكتب الاسنان اللي فيها حشوات والاسنان اللي فيها مش عارف ايه عشان يقدر ياخد القرار. بيكتب المولر ريليشن شيب والكراين ريليشن شيب، هل هم كلاس 1 ولا كلاس 2 ولا كلاس 3. فاكرين في اول شابتر قلنا لو المولر كلاس 1 اوتوماتيك هتلاقي الانسايزر والكراين كلاس 1 اوتوماتيك، لو يعني في الغالب طالما ان الاسنان اللي ورا الاسنان كلها ما فيش بينهم فراغات، لو انا لقيت اللي قدام كلاس 1 هلاقي اللي ورا كلاس 1، لو لقيت اللي قدام كلاس 2 هلاقي اللي ورا كلاس 2. 3 كوارتر يونت يعني دي المسافه تقريبا بعرض 3 ارباع سنه واحده، عندها كروس بايت في البريمولر في الابر ليفت بريمولر، ما عندهاش ديسبيسمنت، عندها كروس بايت اه بس ما عندهاش ديسبيسمنت، بتقفل عادي المندبل بيقفل في العادي وبيخرج عادي. فدي كلها يا جماعه البروبلم ليست اللي عندي. اتكلمنا عن البانوراما واتكلمنا عن اللاترال سفالومتري، خلاص هنا اخد قرار ان هو مثلا ان هو هيخلع. هنتكلم طبعا الشابتر الجاي ازاي بقى نقيس من اللاترال سفالومتري. خلاص هدفنا بقى في الخطه العلاجيه، بص هو هنا عشان يرجع الفك اللي ورا اهو خلع الكراين الديسيديوس وبدا يرجع الاسنان ليه ورا، وخلع السكس وبدا يرجع الاسنان لورا. خلاص ادي الشكل النهائي، بسم الله ما شاء الله. بص اهو السكسات اتخلعت، هو ده السيفن بس رجع الاسنان لورا مكان السكس عشان يخلي الاسنان الفك اه. بس بص هنا المشكله يا جماعه، ده برضه من عيوب التقويم يا جماعه. بص تحس ان مناخيرها كبرت شويه، بص في الصور اللي فوق تحس ان مناخيرها كبرت شويه. هو الاسنان كانت بروكلاين، بس كنت اتمنى انا من وجهه نظري طبعا هو دكتور تقويم والحاله محطوطه في كتاب، بس بص هتلاقي مناخيرها كبرت قوي بالنسبه للصوره من قبل. يعني لو بصينا في الصور قبل، تعال نرجع على الصور قبل كده معانا اه. بص يعني المناخير كانت اه خارجه لبره بس مش كبيره قوي. بص هنا بما انك خلعت، ده عيوب الخلع في التقويم يا جماعه، ان العظم بيدخل لجوه بتاع الشيك بيدخل لجوه. بص شكلها بقى كبير في السن، هو طبعا شكلها كبر ونضج بقى حلو، بس بص تحس المناخير خرجت لبره اكتر بالنسبه للابر ليب. انا شايف ان شكلها متحسن من وجهه نظر المتواضع، شكلها متحسنش. شايف ان الحاله دي كانت تتعالج بطريقه تانيه، ديستلايزيشن يعني. هنتكلم طبعا الكلام ده قدام، بس دي كل واحد وليه وجهه نظره واكتب. يعني انت اللي شايف ان هو كده شكلها احسن يقول، بس انا لو ركزت لو انت بصيت في الصور، نزل الكتاب هسيب اللينك، بص في الصور هتلاقي شكلها بقى اوحش. فيا جماعه انت بس بقيت فاهم التريتمنت بلان، خلاص هو كده فك التقويم. بص عندي ورا برضو في اوبن بايت خفيفه، يعني الحاله برضو ما اتعالجتش بطريقه مثاليه. يعني كان ممكن المفروض ينزل الابر ده، الابر 7 ده اللي هو جه مكان ال 6 تحت شويه. فيعني في يعني الحاله حلوه بس طبعا مش بيرفكت، مش ايديال 100%. طبعا دي الست اللي عامله كتاب، مش شرط تبقى يعني ما اعرفش مين اللي اشتغل الحاله هي ولا غيرها يعني، بس ايا كان يعني كل تقويم وجهات نظر. طبعا رصه السنان وكل حاجه 100%، بس كل واحد بيبقى ليه وجهه نظر يا جماعه. خلاص هي طبعا في الاخر حطت هنا فيكس ريتينر، قلنا في المتحرك في السبت، هنتكلم في الكلام ده كله ان شاء الله. هو بس الشابتر ده هدفه ان هو يدي لك خلفيه على الخطط العلاجيه في التقويم، وهنكمل في بقية الشباتر ان شاء الله، ونتكلم ايه اللي احنا بنعمله في كل حالة. ونشوفكم على خير ان شاء الله يا جماعة، والسلام عليكم.